صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI لليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2013. تبدأ اليوم القمة العربية الإفريقية في الكويت، وستكون مناسبة للرئيس ميشيل سليمان الذي يرأس الوفد اللبناني لعرض مخاطر النزوح السوري إليه والمرجح للتصاعد بوتيرة عالية مع دخول مئات العائلات السورية إلى عرسال مع بدء القصف التمهيدي للقلمون والغارات الجوية قبل المعركة البرية التي يشارك فيها حزب الله إلى جانب القوات النظامية السورية. تزامنا مع تطورات الميدان السوري والمساعي التي تقوم بها روسيا لإيجاد أرضية مشتركة لجمع المتناقضات السورية في جنيف 2، استمرت المعارك الكلامية بين المستقبل وحزب الله، والتي وصلت لأوجها مع كلمتي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء. وفي موقف يعكس حجم التباعد بين الحزب وبعبدة، أعلن النائب محمد رعد أن حبر إعلان بعبدة الذي صدر عن هيئة الحوار جف قبل أن يصل إلى وسائل الإعلام، ومن المتوقع أن يعقد رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم مؤتمرا صحفيا يرد فيه على نصر الله. وفي موضوع طرابلس، تنفذ القوى الأمنية انتشارا اليوم في بعض الأحياء الداخلية لطرابلس إنفاذا للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية. وبعيدا عن الأمن، بعد أسبوع على فوز مرشح قوى 14 أذار بمنصب نقيب محامي الشمال، فاز مرشحها جورج جريج بانتخابات نقابة المحامين في بيروت بفارق 1223 صوتا عن مرشح التيار الوطني الحر فادي بركات. ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد النائب هادي حبيش، ومعه نناقش مجمل التطورات في لبنان والمنطقة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. أول شيء بنشوف حركة السير كمان صباح هذا اليوم، إذا في عجقة ولا ما في عجقة، أنت جاي من شي محل قريبة، يبدو في بعض الأعطال بحركة السير، يعني بالصورة اللي بتوصلنا حركة السير. على كل خلينا نرجع نشوف لكان الطرقات، أوتوستراد جونية عم نشوف عليها زحمة سير كتير قوية باتجاه بيروت باتجاه الشمال، الحركة طبيعية. بدنا نقول كمان اليوم انه يعني الامطار كمان تساقطت اليوم صباح اليوم. على كل ان شاء الله العجقه بتعبر عن انه في حركه بهالبلد تكون، يعني ان شاء الله. عم نشوف كمان منطقه الدوره، جسر الدوره باتجاه الكارانتينا ووسط بيروت، زحمه سير كتير قويه. كمان منطقه الدوره والاوتوستراد المؤدي الى الكارانتينا ووسط بيروت. بولفار شار الحلو، يعني عم نشوف انه ما في زحمة سير، في ضغط سير، ولكن يعني السير ماشي مش متوقف. ساحة ساسين بالأشرفية حركة طبيعية. شارع الحمراء كمان حركة طبيعية، ما توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. هون عم نشوف طريق المدينة الرياضية المطار باتجاه نفق سليم سليم، هناك زحمة سير كتير كبيرة. أقولك باتجاه المطار العالم؟ اتجاه المطار لا، ما في عجقة سير. بالرجعة كمان عم نشوف كورنيش المزرعة حركة طبيعية بكورنيش المزرعة. وأخيرا مدينة صيدا، عم نشوف كمان الحركة فيها طبيعية بساحة النجمة. أستاذ هادي، يعني امبارح حضرتك كنت مشارك بانتخابات نائبة المحامين ببيروت يلي فاز فيها الأستاذ جورج جريج، يعني كيف توصف أجواء هذه الانتخابات، يعني وخصوصا هذا الفارق، هل هو بيعبر فعلا يعني عن قوة 14 أذار بهذه النائبة أو أنه سائبت؟ لا، ما في شيء اسمه سائبت، ولا في شيء اسمه 100% أنه بس قوة 14 أذار، لأنه انتخابات نائبة المحامين عدة أسباب تلعب فيها دور للوصول إلى الفوز أو لا سمح الله الخسارة. ما في شك انه الجو السياسي بالبلد جو يعني تعبان اذا بدك من 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 اداء وكبرياء فريق 8 اذار وعلى راسه حزب الله اللي ضارب بعرض الحائط بكل الامور، يعني مش سألين لا عن شيء اسمه دوله ولا عن شيء اسمه مؤسسات ولا عن رئيس جمهوريه ولا عن تاليف حكومه، شايف يعني هلا بنحكي بالتفصيل بكل هذه الامور. هيدي عند مجتمع مثل المحامين اللي بيحللوا واللي بيقروا سياسي واللي بيتابعوا تفاصيل الامور بتعمل ردة فعل. هذا سبب اساسي. بتشوف مثلا امبارح الناس، انا نزلت على قصر العدل وشاركت في الانتخابات، بتشوف الناس من خلال اللي بيوقفوك واللي بيحكوك انه ان شاء الله خير وحماس 14 اداري غير مسبوق. طبعا هذا كله عائد الى الاستفزاز المستمر اللي عم يمارسه حزب الله تجاه الشعب اللبناني
وحلفائه. بالإضافة طبعا إلى عامل آخر هو الأستاذ جورج ريش شخصيا, شخص محترم. من طبعا هذا لا يعني الأستاذ فادي بركات إلا أنه كمان شخص محترم, بس أنه شخصية الأستاذ جورج ريش شخصية حبيبة, شخص محترم, ناس عنده ثقة بإمكانياته القانونية وعنده ثقة أنه بده يشتغل بالنقابة لمصلحة المحامين. وترشح هو كمان كان قبل بدورة, هذه كمان بتلعب دور, بتعطي كمان عطف عند المحامين. يعني باد لك للأستاذ فادي بركات والله يوفق الأستاذ جورج ريج, وإن شاء الله بتكون يعني طبعا هو أعلن بعد النجاح أنه انتهت المعركة السياسية واليوم بلشنا بالعمل النقابي. ولكن نحن كسياسيين هو علق نشاطه السياسي كمان, يعني بس يفوت على النقابي مفترض أنه يكون نائب لكل الناس, وهذا اللي قالوا على كل, ونحن على كل بالسياسة منقول أنه هذه الرسالة لازم يقريها الفريق الآخر, لأنه إذا بدك الرسالة اللي صارت مبارح أو هيك العلامة, مش العلامة الاستفهام, الشغلة إذا بدك الملفتة اللي صارت مبارح هي الفرق الشاسع, هذه بتاريخ النقابي مش صايرة. تيصير في 1200 صوت على كتلة ناخبة قوامها 4500 صوت, هذه مش صايرة. مش عم تحكي أنت 1200 صوت من 20,000, انت عم تحكي ب 4500 او 5000 صوت ما وصلوا, عم تحكي ب 1200 صوت. هيدا معناتها توجه الناس توجه كتير كبير نحو فريق 14 اذار. طبعا في مستقلين عطيو هون وفي مستقلين عطيو هونيك كمان, مش كل المستقلين عطيو لسي جورج ريج, النائب جورج ريج, هلا بدنا نتعود على التسمية الجديدة. وبالتالي هيدي رسالة مفروض الفريق الاخر يقراها, انه لا, الشعب اللبناني ما بيمشي بالطريقة اللي بده اياها حزب الله. الشعب اللبناني ما بيقدر يطلع واحد يقول له نحن الملاهي الليلية تتعارض مع المقاومة, مش على ذوقه. إذا كانت أساسا المقاومة مش على ذوقه, ولا الملاهي الليلية هو على ذوقه يطلع يقول للناس إذا نحن اليوم بدنا نسكر الملاهي الليلية, هو يعني مشان البلد كله يكون مستنفر, يعني لأنه الخطر داهم, يعني ما بعرف على كل الاستنفار إذا كان هو بالألمون أو الاستنفار بأي ضيعة بسوريا, هذا بيعني اللبنانيين. نحن على أساس إنه يعني هني تروح الشباب على الملاهي الليلية بركي بيطلعوا بيقاتلوا بالألمون أو بيطلعوا بيقاتلوا بالقرى السورية, ما بعرف على كل, يعني إذا هيدي الحكومة اللي هن مسيطرين عليها حزب الله اللي كان القرار الأساسي بالبداية النائب النفس, ما بعرف إذا صار النائب النفس بالنسبة لهم تدخل هو يومي بسوريا, وكل يوم شهداء جايين من سوريا من لبنانيين ما لهم علاقة باللي عم بيصير بسوريا, بيعطينهم لهونيك لحتى يموتوا بالقرى السورية ويجيبون لهون, وما بعرف شو عم بيقولوا لأهليهم. على كل حال هيدي يعني خيار سياسي هن أخدوه وقرار استراتيجي هن أخدوه, نحن ضد بالمطلق هذا القرار السياسي, لأنه زج لبنان بأتون الحريق السوري سينعكس شئنا ما بينه على لبنان. بس كمان بعد عندي سؤال بمسألة الانتخابات بنائبة المحامين, يعني موقف الحزب التقدم الاشتراكي إلى جانب مرشح النائب أو إلى جانب النائب جورج الجيش يعني خلال الانتخابات ساهم كمان بعملية الفوز بهالفارق يعني. لا مش إذا بدك هو أكيد عنده وجود الحزب التقدم الاشتراكي, بس حتى نحن خايدين انتخابات, نحن والحزب التقدم الاشتراكي لما كانت 14 أدار مجتمعة كلها سوا مع الحزب التقدم الاشتراكي ولا مرة وصلنا إلى هذا الفارق. فطبعا حزب التقدم الاشتراكي ساهم أنه بهالأصوات اللي اتخذت, ولكن مش هذا هو المبرر الأساسي اللي ناخد هذا الفرق الكبير. وبتعرف اليوم حزب التقدم الاشتراكي ببعض المحلات عم بيوقف معنا, ببعض المحلات عم بيوقف بالمقلب الآخر بالجامعات, مثلا امبارح شفنا كان واقف بمحل آخر, ببعض المحلات عم بيكون بيضة قبان, توزع أدوار ببعض المحلات عم بيكون بيضة قبان, وبعض المحلات الآخر لا. هلا توزيع أدوار ممكن يكون توزيع أدوار. أنتم علاقتكم اليوم جيدة بالحزب التقدم الاشتراكي؟ على الأقل يعني علاقة الرئيس سعد الحريري بالنائب وليد جنبلاط. هلا شوف يعني بعض المواقف الأخيرة اللي صارت, صار في إذا بدك بعض الاعتراضات من قبل فريقنا على مواقف وليد بايك جنبلاط, بعض المواقف الأخرى بتلاقيها متلاقيين معه. ما في شك إنه اليوم وليد جنبلاط أخذ الموقف يعني اللي من جهة يرضي فريق 8 أدار ومن جهة أخرى يرضي فريق 14 أدار. أساسا رئيس نبيه بري من شيء يعني أسبوعين ثلاثة طلع قال إنه نحن ووليد جنبلاط إنه 14 أدار كيف عم بيفكروا, ما نحن ووليد جنبلاط نشكل أكثرية في المجلس النيابي. يعني بمعنى أخذ كلام من وليد جنبلاط إنه داخل المجلس النيابي سيكونوا أكثرية. هلا بعد منا بشي أسبوع طلع وليد جنبلاط كمان
بموضوع آخر طبعا بموضوع رئيس الجمهورية، طلع قال أنا ما بروح مع الفريق الآخر على انتخابات رئيس الجمهورية دون أن يكون تيار المستقبل وبالتالي 14 أدار. يعني عم يأخذ وليد جملاط ببعض المحلات المواقف الوسطية اللي عم بيحاول يقرب فيها أو ما يكسر فريق على حساب الآخر. بعض يعني المحلات عم يكسر وبعض المحلات لا. يعني بالمسألة السورية هو بأيد الرأي اللي أنتم ماشيين بالداخل اللبناني، ولكن بالداخل اللبناني يعني أنه اليوم مثلا بمسألة الحكومة هو مع 996. هي المشكلة مش 996 سيد بسام، المشكلة هي يعني المشكلة هو مفهوم من الأول للآخر. إنه اليوم شوف مثلا هلا التضليل أمام الرأي العام اللبناني، بيطلعوا بيقولوا لك مثلا فريق 8 أدار إنه 14 أدار هي اللي معرقة تشكيل الحكومة. هلا شروط يعني 8 أدار أنتوا والسعودية، ما خليني خبر هلا بنحكي بنوصل على السعودية، بس خليني بلش لك بأول شغلة إنه هن بيطلعوا بيقولوا بدنا تلت معطل، وهن بيقولوا لك ممنوع تعمل مداورة بالحقائب، أنا بدي الحقيبة الفلانية والفلانية والفلانية، وهن بيطلعوا بيقولوا لك بدنا جيش وشعب ومقاومة، وهن بيطلعوا بيقولوا لك بدنا نقاتل بسوريا وانت ممنوع تقلنا ايه او لا وممنوع تعطي رايك بالموضوع، وبيجوا بيقولوا لك اذا ما وافقت على هيدي الشروط انت عم تعطل الحكومه. يعني تصور انت مثلا يوم بيجي بيقول لك انا بدي استحل هيدي البنايه تبع ال بي سي، واذا ما وافقت على شروطي انت زلمه عم بتشتغل ضد مصلحه ال بي سي. لو خي كيف تكون عم تشتغل ضد مصلحه؟ ما انت جاي اعتديت علي بكل شيء. هني جماعه بدهم يعتدوا على الشعب اللبناني كله سوا بقوه السلاح اللي عندهم اياها، واي واحد بيطلع بيقول لا عم بحط شروط. خي حدا يقول لي شو الشرط اللي نحن عم بس حط. بس هني مش هيك عم بيقولوا، هني هيك عم بيقولوا هني عمليا هني عم يجي يقولوا بدك تمشي معنا، هني عم يجي بيقولوا هذا التلت الضامن او التلت المعطل انتوا نحن عنا اياه كسيدي على راسي. بس انا خليني اقول لك اول نقطه هي بدي بلش انا معك انا مش هي منا القصه انه يعني ممكن يكون هني ببعض المحلات ما انت اليوم لما بتيجي تحط شروط نحن عم نجي نقول يا خي ما في تلت معطل كنا بالبداية، ما في مشاركة حزب الله كنا بالبداية، ما في مشاركة حزب الله، ما في تلت معطل، ما في نحن مش مع قصة المقاومة وتشريعها من خلال البيان الوزاري، وخصوصي انه اليوم صارت عم بتقاتل بسوريا ونحن رأينا مع المداورة. طيب اليوم اذا بده يجي واحد رئيس جمهورية اليوم والرئيس المكلف اذا بدهم يعملوا حل بيجوا بيعملوا حل وسط مثلا الى حد ما. طيب بتعرف انت كتير منيح انه لما ننحكى مثلا بالثلاث تمانيات اللي كنا نحن بالاساس رافضينها هني رجعوا رفضوها. يعني نحن ما بدي اقول لك وافقنا عليها، ولكن على الاقل بمكان معين لما ننحكى فيها ما جينا حطينا شرط تعجيز نقول لا نحن بالمطلق رافضين، انه يا خي الف الحكومه ولكل حادث حديث انرفضت. طيب اليوم انا بدي اسال سؤال، هل بيقدر رئيس جمهوريه يروح الى تاليف حكومه من 996 ويعمل مداورة وما يحط جيش وشعبه؟ عم بحكي رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، بيقدروا اثنيناتهم يروحوا الى 996 ويشيلوا الجيش وشعبه مقاوم ويمشوا باعلان بعبدا ويعملوا مداورة مثلا بالوزارات؟ انا بقول لك لا. فاذا الموضوع مش هو شرط من الشروط تنقول نحن والله رافضين التلت المعطل، مش هي المعادلة. اخر هم قصة التلت المعطل، بس اليوم في شغلة اكبر بكتير من هيك، في شروط بدها تنفرض. طب مسألة مشاركتهم بسوريا، حدا يقول لي نحن اليوم كيف بدك تقعد انت اليوم مع حزب باعت ميليشياته على سوريا عم بتقاتل بسوريا وانت قاعد انت وياه؟ شو بدي خبرك بمجلس وزراء؟ تقدمنا يا شباب اليوم معركة الألمون وبكرة فاتوا علينا لهون وبعد بكرة فاتين علينا لهون، بتناقشوا معهم شؤون لبنانية وهيديك الشؤون بتتركوها عجنب. هيديك ما في مشكلة، بتتركوها عجنب. يعني قاعد انا وياك اليوم فرد على فرد طاولة، كل يوم بتعمل انت مش جريمة او بتعمل بتروح بتقتل عالم وبتفوت على ضيعة وبتعمل اللي عم تعمله بالضياع وانا وياك قاعدين بشكل عادي، يعني انا بدي اتجاوز هذا الموضوع، ما كيف كون انا صرت متهم مثلك؟ كيف بدي اقعد انا وياك على فرد طاولة وانت اليوم اخذ هذا البلد وهذه طاولة مجلس وزراء مش طاولة اجتماع شركي، طاولة مجلس وزراء؟ يعني انت اليوم عم بجي انا اقعد انا وياك وغطي لك كل اعمالك لنسكت بكون انا مشارك بالجريمة اللي انت عم تعملها واللي حكيت بدي اعلق انا وياك تنفجر الحكومة من اول يوم. طب اليوم رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، رئيس البلاد موافق على أدائك مش موافق، رئيس الحكومة موافق مش موافق، أكثرية الشعب اللبناني موافقين مش موافقين لك، حتى التيار الوطني الحر والحلفاء لما بتقعد انت وين بيقول لك لا نحن ضد هذا الموضوع. طب يا اخي لا التيار الوطني الحر بيقول تعالوا نعزل لبنان عن المسألة السورية، خلينا نحط مسألة هلا القتال بسوريا على جنب ونحكي بالشؤون اللبنانية. لا بتعرف شو عم بيقولوا لك هن عم بيقولوا لك انه يا اخي مسألة تدخل حزب الله بسوريا هيدي مسألة إيرانية. انه لشو نحن نعذب حالنا ونناقشها؟ ما زالوا مسألة إيرانية، انه خلينا نغض النظر عنها. لك يا خيي اوكي مسألة إيرانية، بنعرف نحن انه قرار إيراني بتدخل حزب الله بسوريا، بس نحن اخر شيء ما في شيء اسمه لبنان؟ انه اذا هلا اخذ قرار إيران انه قتل يا حزب الله نص الشعب اللبناني، بنجي بنقول خلص هذا بما انه قرار إيراني نحن ما لازم بقى نتدخل بالموضوع، بنتركها ربانية القصة. وكيف تمشي البلد بهذه الطريقة؟ انه هذا التدخل اليوم بسوريا سيؤدي بشكل او باخر شئنا اما بين الى ردات فعل سورية على لبنان من هالناس اللي عم تتقتل وعم ينفات عليها وعلى ضياع، سيؤدي الى ردات فعل على لبنان. كيف نحن بنجي بنقول خلص نحن ما لنا على قرار ايراني مطول بيننا تشوفه بتتغير المعادله الدوليه؟
وبنقعد نحن وياكم وبنشتغل بشكل كتير طبيعي. ولبنان كل يوم عم بيغرق أكثر وأكثر وأكثر بالأزمة السورية. ما فيك تمشي بهذه المعادلة، هذه معادلة مش ممكن. أكثر من هيك، شو اللي قصة تدخلهم بسوريا؟ إنه اليوم يا بيمشي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بثلاث شروط اللي هن حاطينها بالداخل، يعني ما في مداورة، جيش وشعب ومؤامرة بدك تمشي فيه، وبدك تمشي بالساعتين ستة، أو بتكون فريق 14 أدار يعطل الحكومة. هلا هو هيك صارت المعادلة. فإذا نحن إنه إذا هن حطوا شروط ونحن اعترضنا على شرط من شروط، نحن المعطلين. ليش يا خي؟ ليش ما بيكونوا هن المعطلين؟ نحن عم نقول ما بدنا اياهم يشاركوا ولا نحن نشارك. نحن من سواك بنفسه ما ظلمك، نحن اللي قلنا لهم يا اخي لا نحن ولا انتم. هن بيطلعوا بيقولوا طلع امبارح السيد حسن عنده خوف. السيد حسن شو خوف؟ ليش نحن ما عندنا خوف؟ عنده خوف من مؤامره تحاك ضد المقاومه وضد سوريا، وانه هاي الحكومه الحياديه قد تكون مشاركه بهذه المؤامره، وانتم متهمينكم مشاركين بهذه المؤامره. فاذا يعني معناتها اليوم انه السيد حسن نصر الله بده يعمل اللي بده اياه من خارج اطار الدوله، وبده بقوه سلاحه يسيطر على كل مفاصل الدوله اللبنانيه من حكومه ومجلس نواب ومؤسسات من الاول للاخر. فاذا هذا المطلوب خلينا نعرف حالنا نحن على كل، نحن عارفين على كل حال هذا الموضوع، مش انه شيء جديد علينا، بس نحن رح نضل بمقاومتنا السياسيه ورح نضل نحكي مثل ما هي الحقيقه، مثل ما كنا نقولها لحتى اخر شيء نوصل لنتيجه. انا بعرف اليوم انه كتار من الناس بيجي بيقول لك الشعب اللبناني تعب، ايه ونحن تعبنا، بس هذا لا يعني اذا الشعب اللبناني تعب نحن رح نسكت عن الغلط. نحن بدنا نضل نحكي بالغلط، بدنا نضل ننور على الغلط. لما كان الجيش السوري موجود بلبنان كانوا يطلعوا اصوات بلبنان يقولوا بدنا انسحاب الجيش السوري، يطلعوا كتار بلبنان يقولوا هذه شغله مستحيله، هول اللي عم يطالبوا بانسحاب الجيش السوري ما شغله مستحيله. برمت الايام استشهد رفيق الحريري طلع الجيش السوري من لبنان، اكيد صار في ثمن كتير كبير، ولكن اخر شيء الجيش السوري طلع من لبنان. هذا لا يعني انه اللي كانوا يقولوا انه لازم يطلع الجيش السوري بلبنان كانوا على خطا. نحن اليوم عم نقول لازم يصير في دوله، لازم حزب الله ينسحب من سوريا ويسلم سلاحه للجيش اللبناني اللي كل يوم يعني بيطلعوا بيخبرونا قديش هني مع الجيش اللبناني. اللي مع الجيش اللبناني يسلم سلاحه للجيش اللبناني. ما بقدر يكون انا مع الجيش اللبناني وعندي ميليشيا حد الجيش اللبناني، بكون عم بكذب على الجيش اللبناني وعم بكذب على الشعب اللبناني. اللي بده دوله خلصنا بقى من قصه السلاح. طب ما شوفوا هذا السلاح شو عم بيفرخ بالبلد كله سوا، عم بيفرخ اسلحه معاديه لهذا السلاح واسلحه عم بتادي هذه الى كانه عم بتحضر انت الى اعاده الحرب الاهليه. حرام هذا البلد ترجع، شو بدك ترجع تجرب فيه حروب من جديد؟ طب وهذا السلاح خلصنا اول شيء بلشنا ضد اسرائيل، انتقل اخر شيء بسبع ايار ضد الشعب اللبناني، هلا صار ضد الشعب السوري، وبكره بعدين وين ما بيجي قرار استراتيجي ايراني بيتحول ضده. طب كيف بدك تكفي بهذا البلد بهالطريقه؟ وكيف بدك تقنع بقيه الشعب اللبناني انه خلص يا شباب روحوا على دوله طبيعيه وشيلوا كل هذه الملفات على جنب وتعوا تنقعد بمجلس وزراء؟ انه كيف هيدي هالتمن حتى انت تشيل؟ اذا بدك تحكي بمنطق وبيلوجيك تشيل، ما انت هالصراع السياسي اللي موجود بين الفرقاء السياسيين بلبنان تتبعده عن الانفجار داخل مجلس وزراء، بتمشي بالطرح اللي نحن طرحناه. يا اخي ما بقعد لا نحن ولا الفريق الثاني داخل مجلس وزراء، بيجي فريق حيادي بيدير هالامور، بيهتم بسلسله الرتب والرواتب اللي لازم بقى نقرها للموظفين وللقطاع العام وغيره. بيهتم بكل هالامور. شو بيعمل الخاصة بالامور السياسيه؟ بيهتم بالامور المعيشيه والاقتصاديه والامور السياسيه. نطلع على طاوله رئيس الجمهوريه، على طاوله فخامه الرئيس، بنبحث اذا مصلحه لبنان مشاركه حزب الله بسوريا او مش مصلحته، كيفيه الوصول الى مساله الاستراتيجيه الدفاعيه، يعني الامور الخلافيه الكبرى اللي عامله هذا الشرخ الكبير بالبلد بنحيدها عن طاوله مجلس وزراء مشان ما تنفجر من اول يوم، لانه شئنا ام ابينا اليوم قعدنا نحن وياهم على طاوله مجلس وزراء وثاني يوم بلشت اي معركه بسوريا والشهداء. مش ثاني يوم، هين بلشي كل يوم. هلا انا بيجي لعندك عم بقرا جريده نع حزب الله شهيد في ضيعه الفلانيه بالجنوب. هذه القصه ما فيها يعني تقريبا هذا الشهر صاروا يمكن شي 15 طيب شاب. انه كيف بدك طب كيف بدك تكفي وتداعيات هذا الموضوع؟ مش بس الشهداء، حرام الشهداء اللي عم يسقطوا منهم لانه هولي ما بعرف على شو عم بيروحوا بقرار ايراني. وتاني شغله في انعكاسات على لبنان. كيف بدنا نعيش نحن بهذا البلد بهذه الطريقه؟ انه والله في فريق بلبناني طلع على باله يروح يقاتل بسوريا. طب هلا اذا في فريق لبناني طلع على باله يروح يقاتل بامريكا، بيروح بيقاتل بامريكا بس ننطر انعكاسات امريكا على لبنان؟ كيف هذا بس الله يعني خصوصا السيد حسن نصر الله بيقول انه انتم عم تطرحوا عليه شرط تعجيزي مساله يعني الانسحاب من سوريا. وثاني شيء انه هو مش بحاجه لتغطيتكم يعني لحتى يكون موجود بسوريا او لتغطيه الحكومه حتى يكون موجود بسوريا، وانه ما راح يقايد وجوده بسوريا ببعض الحقائب الوزاريه. عظيم. يعني القصه اكبر من هيك، اكبر من مساله حكومه واكبر من قالت انه طيب. شعار جيش وشعبه مقاومه يعني اكبر من هالقد. هو كمان حكي ناقد ومنقود كمان بهذه الكلمه. كيف اول شيء هو طلع يقول انا عجبتني لما سمعته كان عم بيقول انه انا ماني بحاجه لتغطيتكم. انا دائما بقول هيك انه انا اول مره بحياتي بسمع ميليشيا بحاجه لتغطيه الحكومه. ما اسمها الميليشيا، ما هو بالمفهوم القانوني تبع الميليشيا هي سلاح خارج اطار الدوله. السلاح خارج اطار الدوله شو بتروح تجيب له ترخيص من وزير الدفاع؟ يعني ما له ترخيص. طيب
فاذا اليوم هو عم بيقول لك انا ما بدي تغطيتكم، هو هذا الكلام صحيح انه الميليشيا ما مش سالينا على الدوله، وهي الميليشيا اقوى من الدوله، وبالتالي اليوم هو عشو عمل معركه مع اللبنانيين بدكم تحطوا لي بالحكومه جيش وشعب ومقاومه. تاني شغله هو عم بيقول قصه مشاركته بسوريا قصه استراتيجيه وقصه وجوديه، مظبوط ولا صح؟ بما انه قصه وجوديه انه هو لشو لحق له حقيبه حقيبتين انه يكون عنده وزير زراعه ووزير تنميه اداريه، انه ساعتها بلا مشاركته بالحكومه، انه بلا هالمشاركه يمشي مثل ما نحن قلنا. فأذن وبعدين انا بدي اسال سؤال، يعني معلش بالمنطق العام، انه شو ممكن مثلا لبنان، حدا يخبرني شو ممكن لبنان مثلا حكومه لبنانيه ضد حزب الله شو ممكن تاخذ قرار مثلا مع حزب الله؟ لك ما هي الحكومه اللي ما كان فيها حزب الله بقرار له علاقه بالاتصالات، عم نحكي واقع مثل ما هي الامور بالكاميرا وبكاميرة المطار، اجتاحوا لبنان وما خلوا ما خلوا ما خلوا محل ما فاتوا عليه حزب الله. انه اليوم هلا اذا اجت حكومه يعني ضد حزب الله وبالسياسي كلها ضد حزب الله، ايه شو بدها تاخذ قرار ضد حزب الله ياثر على وجوده؟ ما هو وهو ميليشيا اقوى من الدوله اللبنانيه، حدا يقول لي شو ممكن يعمل هذا، شو ممكن تعمل هذه الحكومه؟ شو هي نظريه التآمر اللي بدها تطعن بالظهر؟ يا اخي كيف بدها تطعنه بالظهر؟ قل لي يعني الحكومه مثلا معقوله تاخذ قرار حزب يخوض معركه مثل ما عم بتقول وجوديه في سوريا ويجي كمان فريق من اللبنانيين بالداخل بيتآمر عليه؟ يعني هو هيك هو عم بيقول فريق من اللبنانيين في الداخل بيتآمروا عليه، بده يضطر يخوض معركه على جبهتين. انا عم روح معك اكثر من هيك، انا عم روح معك اكثر من هيك على نظريه التآمر اللي دائما هو نظريه هو له حق يتهم الناس بالتآمر وغيره ما له حق، بس على كل بدي امشي معه بنظريه التآمر. وقلت لك اعطيتك مثل، كان في حكومه متهمه بالتآمر هي حكومه الرئيس فؤاد السنيوره، واخذت قرار بمساله شبكه الاتصالات وتمدد الشبكه والكاميرا، فاتوا اجتاحوا بيروت وراحت الحكومه اجتمعت واخذت قرار بالعوده. اي حكومه اليوم بالمنطق عم نحكي عارفه انه في عندك اليوم ميليشيا اقوى من 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 الدوله اللبنانيه، وعارفه انه باي لحظه ترجع بتصير تجربه تانية مثل 7 ايار بدها تيجي تاخذ قرار يعني عسكري ضد هيدي وهن شو ناطرين يعني؟ طب ليش كان حزب الله يطرح هذه؟ ما بعرف، ما انا هذا اللي عم اقول لك انه القصه انت ليه حقيبتين وزاريه ثلاثه خيروح قاتل بسوريا، اذا ما زالك انت اخذ قرار استراتيجي ومش سالين على الدوله روح قاتل بسوريا، اترك الشعب اللبناني يا اخي يهتم على الاقل، اتركوا لك تلتفتوا للشعب يا اخي، الشعب اللبناني قلت لك بده ياكل بده يشرب بده يعيش بده كذا بده يروح يسهر، مش انه بدك تيجي تطلع له قرار ممنوع تروح على الملاهي، ومش بدك تيجي تقول له ممنوع تتالف حكومه وممنوع تمشي سلسله رتب ورواتب وممنوع وممنوع ممنوع الا ما تمشي انت على شروطي، وشوي تاني يوم بيطلعوا بكل وقاحه بيقول لك هن ماشيين ضد هن اللي عم يحطوا شروط. اخي اي شروط عم حطها انا؟ شرط الدوله، اذا شرط قيام الدوله هو شرط تعجيزي انا متمسك بهذا الشرط، انا متمسك بالدوله اللبنانيه. بس كمان حزب الله عم بيقول انه انتم عم تجيكم تعليمات من المملكه العربيه السعوديه بتقول لهم طولوا بالكم، اول شيء كان طولوا بالكم لنشوف الوضع بسوريا رايح صوب انه النظام رح يسقط، طولتوا بالكم ما زبط ما مش الحال، اليوم طولوا بالكم لنشوف شو بده يصير بالمحادثات بين ايران ويعني 5+1 دول اللي عم تفاوض ايران على ملف النووي، انه طولوا بالكم مشان هيك السعوديين انه عم بيقولوا لكم انطروا. يا استاذ بسام انا قبل ما يروح على المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس سئلت كنت على صوت لبنان انه شو رأيك هل لح نجي بنتيجة؟ قلت لهم لا. قال ليش يعني شو زيارة ستكون فاشلة؟ قلت له لا مش لهم شو زيارة ستكون فاشلة، لانه عقد التشكيل الحكومي مش هنيك، عقد التشكيل الحكومي عند حزب الله وعند فريق 8 أدار بلبنان، شو بده يروح يقول لهم يعني بالمملكة بيقولوا له يلا ضوء أخضر شكل الحكومة لشني يعني أول شيء كان عنده ضوء أحمر إنه ممنوع تشكل الحكومة. إيه بس أنتوا ما بتقعدوا بحكومة فيها حزب الله إذا عم بيقتل بسوريا. يا سيدي شك. على راسي نحن حتى برجع بقول لك حتى هيدا الموضوع كنا بالبداية لما وصلنا إلى الثلاث ثمانيات كنا جاوزنا هيدا الموضوع بمرحلة من المراحل، هلا لما رجعنا لقينا إنه قصة تعجيزية وما بنمشي إلا على شروطه بكل الأمور رجعنا قلنا مسألة الجلوس على طاولة نحن وحزب الله. أنا بقول لك بالمنطق يعني انتبه، نحن لما جينا طرحنا الحكومة الحيادية كنا عم نطرح حكومة حيادية لا نحن ولا هني موجودين فيها لمصلحة الشعب اللبناني. إجا آخر شيء فخامة الرئيس ضغط وحط كل تقله إنه معلش خلينا نجيوز هالموضوع ونقعد يا خيي بحكومة ثلاثة ثمانيات وما بيكون فيها تعطيل هذه الحكومة، لأنه نحن بنعرف سياسة التعطيل اللي حيمارسها الفريق الثاني. مشينا على الأقل بشكل أو بآخر بهذا الموضوع، لقينا إنه الفريق الثاني طلع قال ما بنقبل إلا بحكومة 9-6 وبدنا جيش وشعب وممنوع تعمل مداورة بالوزارات، وهيدي توصلت لرئيس الحكومة. يعني معناتها الوزاره اللي هن بدهم اياها بدهم ياخذوها. يعني هلا صرتوا مشترطين انه ما يكون حزب الله بالحكومة. هلا نحن مش قصه صرنا، نحن من الاساس قلنا انه ما بيمشي هذا الامور، لما انضغط الرئيس قال له طب جرب ما فيش، نحن بقينا على موقفنا. وهون دور المملكه
شو دور المملكة؟ شو دور المملكة؟ إنه دور المملكة إيش قالت لنا إنه ما تعدوا أنتوا حزب الله؟ مش صحيح هذا الكلام. بقول حزب الله. مش صحيح هذا الكلام. أنا أعمل لك مش صحيح. هلا بتقلي المملكة عم تيجي تقول أو في رأي من قبل ما يكون في رأي رأي المملكة في ناس منتظرة أو مراهنة على مسألة الحوار الأمريكي الإيراني. إيه طبعا أنا اليوم مراهن على الحوار الأمريكي الإيراني إذا نجح يكون خير على لبنان ويؤدي إلى حل مسألة سلاح حزب الله بلبنان. إيه بقول لك أنا مراهن على هذا الموضوع، مش معناتها أنا زلمة لا إمبريالي ولا متآمر على بلدي، بالعكس أنا عم فكر بمصلحة بلدي، وأنا بقول أي تقارب أمريكي إيراني أو أي تقارب سعودي إيراني يؤدي إلى حل مشكلة لبنان أنا مع هذا التقارب، ماني ضد، بس مش معناتها أنا مراهن عليه وناطر الحكومة لحتى يصير في تقارب إيراني. ليش هو يعني حدا معقول يفكر يعني انه التقارب الامريكي الايراني خلال جمعتين ثلاثة بينتهي وتاني يوم بينتج تشكيل حكومة بلبنان؟ بيكون ساذج بفكر هيك، هذه قصة طويلة يعني، هذه بترحل اشهر واشهر واشهر، بيكون خلصنا من رئيس الجمهور من فخامة الرئيس، خلصت ولايته وخلصنا من ما بعرف شو من بعد منا 100 استحقاق، بيكون مرق وقصة ما وصلنا للتقارب للانتهاء من التسوية الإيرانية الأمريكية اللي أنا بتمنيها واللي أنا رأيي الخاص بشوفها بتكون لمصلحة لبنان. وشو مصلحة لبنان؟ لا بتكون لمصلحة حزب الله، لأنه هيك عم بقول السيد حسن. هلا السيد حسن شايفها لمصلحة. أنتوا حلفائكم بيتركوكم بس نحن حلفائنا ما بيتركونا. المشكل هلا بنحكي على الحلفاء، المشكل إنه يعني السيد حسن بيشوف مصلحة حزب الله قبل مصلحة لبنان. أنا لما نقول تقارب أمريكي إيراني بيكون لمصلحة لبنان، يعني لمصلحة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، مش معناتها أنا عم بكسر حزب الله. مش مطلوب خي، أنا مش المطلوب اليوم أنه أكسر حزب الله أو الشعب اللي هو ماشي مع حزب الله، بس أنا المطلوب اليوم بدي أنه اليوم نعيش مع بعضنا كلبنانيين متساويين، بدي الدولة اللبنانية. أنا اليوم إذا عم بيجي قله لحزب الله اعطيني سلاحك لألي أنا بصير أنا مثلي مثله، بس عم قله يا خي بدنا بقى يصير في دولة، الدولة هي بتقرر نحن شو بدنا أو شو ما بدنا، مش هني بيجيوا بيقرروا كل يوم شو بدنا أو شو ما بدنا. عظيم. بس وقت بيطلع كلام المملكة العربية السعودية بداية على لسان وزير الخارجية الأمريكي بيقول أنه المباحثات تطرقت إلى الوضع بلبنان ونحن بدنا نشجع المعتدلين بلبنان ليشكلوا حكومة ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يعني يقرر مستقبل لبنان. طيب هذا الكلام اللي طالع من وزير الخارجية الأمريكي المملكة العربية السعودية. كويس. إضافة إلى ذلك وزير الخارجية السعودي بيقول أنه بيعتبر أنه سوريا محتلة من قبل إيران ومن حليفها لإيران يلي هو حزب الله. طيب هذا الكلام ما بيأثر على الوضع الداخلي اللبناني؟ ما بيأثر. أكيد بيأثر. هلأ شوف هلأ يعني على كل الأمريكيين كل يوم تسمع لهم تصريح، يعني بسمع شوف عم يصير بسوريا كل يوم تسمع 100 تصريح بالنسبة. بس أنه هذا التصريح أخذ ردود فعل على رأس على رأس. بس يعني ما تتكل كتير على الـ يعني الـ الأمريكيين، مش بتكل عليهم أنا بس عم بقول شو عم بيقولوا وقالوا هالكلام من المملكة العربية السعودية. صحيح. أنا بس بدي نعيش هذا الكلام بالذات. شو عم بيقول اليوم الأمريكيين إذا كان هذا الكلام يعني دقيق وهو قاله، ولكن إذا كان تطبيقه سيكون دقيق. يعني شو عم بيقول الأمريكاني؟ عم بيقول الأمريكاني نحن ما رح نسمح لحزب الله. يعني هذا يتناقض مع كلام السيد حسن امبارح اللي طلع قال أنه أي تقارب أمريكي إيراني سيكون لمصلحة حزب الله. هو أنا أصلا بيني وبينك هدي بين هلالين ما فهمت يعني كيف طلعت معه أنه السيد حسن أنه إذا تقاربوا الإيرانيين والأمريكان إنه الأمريكان رح يسلموا لبنان لحزب الله مثل ما سلموا لبنان بالسابق لسوريا. طيب أنا بس بدي يعني ما هذه معادلة تطرح أسئلة إنه اليوم يعني الحزب فأزن الأمريكاني الكل بيعرف إنه لما بيكون في إسرائيل ما بيسأل على حدا ما بيسأل على حدا، يعني على الأوروبي وعلى ببلش من الأوروبي وبعيد ما بيسأل على حدا، ببلش أول شيء بإسرائيل. طيب فأزن إذا اليوم الأمريكاني أي استراتيجية ينطلق منها بالبحث ببلش بإسرائيل، كيف بده يكون في تسوية عم يعملها مع إيران تؤدي إلى بقاء سلاح حزب الله؟ إذا بدها تؤدي إلى بقاء سلاح حزب الله يعني إسرائيل موافقة؟ إذا لم يوجه هذا السلاح على إسرائيل. أها. فإذا إسرائيل موافقة. إذا بدنا نمشي بهذا اللوجيك عم نحلل سياسي، إذا بدنا نمشي بهذا اللوجيك فإذا إسرائيل موافقة على بقاء حزب الله، هون بدي أطرح علامة استفهام. إذا لا وهذا السلاح هو فقط ضد العدو الإسرائيلي مثل ما مفترض يكون ومثل ما كانوا كل اللبنانيين مجمعين عليه بالأساس لما كان ضد العدو الإسرائيلي، فإذا هذا السلاح سيكون بأول نتيجة مفاوضة بأول نتيجة حل أو تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيكون سلاح حزب الله مطروح كبند أول على طاولة الحوار أو كبند تاني بعد السلاح النووي. لأنه اليوم إسرائيل من المفترض يكون عندها أول مشكل السلاح النووي الإيراني والمشكل الثاني سلاح حزب الله بلبنان إذا كان هذا السلاح بعده ضد العدو الإسرائيلي. أما إذا في ضمانات وهون بدي أسأل اللي عم بيقولوا أنه أي تسوية أمريكية إيرانية ستكون على حساب مش ليست على حساب ستكون لمصلحة المقاومة بلبنان، فإذا بده يكون في ضمانات معطات من إيران للولايات المتحدة الأمريكية أنه هذا السلاح لن يوجه بقى ضد العدو الإسرائيلي.
هذه اكثر من هيك ما في. هلا هلا بتصريح بتصريح الوزير كاري بالمملكه العربيه السعوديه كمان كان في شيء لافت له علاقه بهذا الموضوع. شو هو بيقول؟ بدايه نحن بدنا نعالج الملف النووي الايراني ثم نعالج ملف حزب الله. يعني هذا كلام كان كمان قاله بصوته هو. عظيم. ما قلنا رقم واحد النووي الايراني ورقم اثنين مساله سلاح حزب الله. ولا ممكن يكون في اتفاق امريكي ايراني يقضي ببقاء سلاح حزب الله الا اذا كان في ضمانه بعدم توجيهه لاسرائيل. هون بدي جواب من اللي عم بيقوله. يعني يا ريت بس السيد حسن انا يرجع يشرح لي مره تانية كيف ايران ستعمل ستوقع تسويه او رح تتفق مع امريكا ودول كلها وفرنسا ودول هالمحور كله سوا وسيكون لمصلحه حزب الله بلبنان. واسرائيل بتعرف شو دورها بكل هذه المعادله اللي هي الدور الرقم واحد قبل امريكا بهذه القصه. كيف بدها تكون التسويه؟ فاذا التسويه عم تكون مع الاسرائيلي، لانه اي تسويه مع امريكي يعني معناتها هيدي تسويه مع الاسرائيلي. التسويه مع الاسرائيلي ستؤدي الى المحافظه على سلاح حزب الله. شو معناتها هذا الكلام؟ معناتها هذا السلاح لن يوجه بقى الى الاسرائيلي. يعني او يعني بدنا نحترم شوي عقول الناس، لانه هن عبوا عقول الناس انه هذا السلاح هو ضد الاسرائيلي. هلا طبعا ضد الاسرائيلي اذا اعتدى، اذا اعتدى او اذا ما اعتدى. لا هن ساعه اللي بدهم بيطلعوا بيقولوا كمان انه نحن فينا نفتح الجبهه. بس على كل حال هلا صار ضد الشعب السوري، مرحله من مراحل كان ضد الشعب اللبناني بسبعة ايار، هلا هو هذا السلاح ضد عملاء امريكا واسرائيل في سوريا. عظيم عظيم. وهلا بلبنان صح. وامبارح انت انتبهت هلا انه صارت المملكه العربيه بطلت الشيطان الاكبر، لانه عفوا الولايات المتحده بطلت الشيطان الاكبر لانه في حوار مع ايران. لا بس رددوا هتافات الموت لامريكا بعاشوره. يا سيدي على كل يمكن بكره يصيروا العيش لامريكا اذا تم الاتفاق مع ايران. خلينا ناخذ اول بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. شكرا. ونعود لمتابعه نهاركم سعيد من ال بي سي مع النائب هادي حبيش. طيب كمان يعني انتم عم تواجهوا كمان لحزب الله بمساله اعلان بعبده، حاملين اعلان بعبده كان انتو ولا كان فخامه رئيس الجمهوريه، عم بتقولوا انه هذا اعلان بعبده هو الصالح لحتى يكون خارطه الطريق ولحتى يكون اساس للبيان الوزاري للحكومه. بينما حزب الله بيقول امبارح بالتحديد النائب محمد رعد انه قبل ما يوصل على وسائل الاعلام جف نص اعلان بعبده كان حبره قد جف وكنتوا انتو ضربتوا في عرض الحائط كوا 14 دار. نحن كمان صفينا مسؤولين عنه. هو خبرك شغله قال امبارح على كل الرئيس، يمكن في ناس ما كانت كثير واضحه لها. اعلان بعبده استاذ بسام لما انعمل كانوا بلشوا مقاتلين من طرابلس ومن منطقه الشمال يروحوا الى سوريا يقاتلوا بصفه فرديه، بتعرف هاي الخبريه. وقتها شفنا نحن كلنا كلبنانيين قاعدين كنا على طاوله الحوار عند فخامه الرئيس انه هذه القصه ستؤدي الى اشكاليه، وهذا ببعض المقاتلين اللي مش بقرار حزبي اللي بقرار فردي راحوا متعاطفين مع الشعب السوري. شفنا انه هذه القصه على صغرها مقابل التدخل الكبير لحزب الله بسوريا، القرار الحزبي بالتدخل بدها تعمل أزمة بلبنان وبدها تزج لبنان بأتون الحريق السوري. جينا أخذنا قرار بإعلان بعبدة طبعا الحياد أو تحييد لبنان عن الصراع، وكان التركيز أنه كل الفرقاء لأنه بوقتها اللي كانوا عم يروحوا من طرابلس لأنه من الطائفة السنية الكريمة كان متهم فيهم تيار المستقبل. تيار المستقبل اللي كان قاعد على الطاولة اجى يقول بشخص طبعا الرئيس فؤاد السنيوره وغيره، اجوا يقولوا انه نحن ضد هذا الموضوع ونحن هذا موضوع نحن مش موافقين عليه وهذا بقرار شخصي وشرفوا لحتى نتفق كلنا سوا كلبنانيين على عدم زج لبنان وعلى منع اي تدخل لبناني بالشؤون السوريه. وحزب الله كان بوقتها ما اجى القرار الاستراتيجي الايراني بالتدخل بسوريا، كان اول الموافقين على اعلان بعبده. بليله ما فيها ضوء قمر من بعد منا بجمعتين ثلاثه بشهر اتخذ القرار انه بدنا نفوت بالحرب السوريه. بس كان في كلام قبل انه حزب الله يشارك في الحرب. لا كان بعد ما انه واضحه الامور انه ما في قرار بمساله صحيح. يعني كان في كلام بيطلع من المعارضه السوريه تقول انه حزب الله عم بيشارك بالقتال، ولكن ما كان في بعد اذا بدك شيء ظاهر بهذا الموضوع الى ان تخذ القرار الرسمي او تخذ القرار يمكن باعلان المشاركه بشكل رسمي. طلعوا يا جماعه قولوا هذا الاعلان ولد ميتا. لخي كيف يعني ولد ميتا؟ طب انتم شاركتوا فيه، طلعوا قولوا يا اخي. انا كنت بتمنى عليهم يطلعوا يقولوا يصارحوا الناس اللبناني، ليش لحتى يطلعوا يقولوا ولد ميتا ومره نحن ما وافقنا عليه ومره جف ورايح على الطريق؟ شو الخبريه دي؟ كان فيكم تطلعوا تقولوا يا اخي نحن ما تهزونا لما كنا قاعدين نحن وياكم وافقنا على شيء، او يطلع النائب محمد رعد يقول انا وافقت على شيء بدون ما استشير، يعني كان يمكن مخرج له بدون ما استشير قياده الحزب، او يطلعوا يقولوا انه اخي نحن وافقنا على شيء وهلا صار يتناقض مع
المصلحة طبعاً بطلنا نمشي بهذا الموضوع. بس إنه نجي نقول إنه لا أعلان بعبدا ما تم التوافع عليه وما درس ومرة مدري شو، كل يوم نسمع خبرية موضوع ليش تنصل من الاتفاقيات اللي بتصير. الاتفاق اللي بيصير يا بدك تلتزم فيه وتكون بتحترم التوقيع تبعك أمام الرأي العام، يا إنه مش كل يوم فيك ترجع عن هذا، لأنه في رأي عام عم بيحاسب. الرأي العام كله شايف إنه كل الناس وافقت علينا، وأكبر دليل امبارح اللي صار بمنتدى عبدا. منتدى عبدا امبارح مين كان موجود؟ كل الفرقاء السياسيين كانوا موجودين باستثناء حزب الله، حتى بما فيهم الرئيس بري والتيار الوطني الحر وثمانية أدار كانوا موجودين باستثناء حزب الله الوحيد اللي ما كان موجود. هذا أكبر دليل أنه شي مرة سمعت مثلا أنه بإعلان بعبدا كل الناس وافقوا على شيء وحزب الله الوحيد اللي رفضوا، ما في منها هذه. كل العالم مشي طلع إعلان بعبدا بالإجماع. إذا إعلان بعدين إعلان بعبدا مثل ما عم بقول لك لما نعمل كان موجه بغير محل، مش معناتها علينا نحن ما لنا عليها باللي عم يقاتلوا، بس كان موجه على مقاتلين عم يروحوا يقاتلوا بلبنان وهيدي نحن كنا ضدهم، عم بيقاتلوا بسوريا وكنا نحن ضدهم. اذا هلا لما صارت مصلحتهم بالقتال بسوريا صار يتناقض مع اعلان بعبدا، طلع يقولوا هذا الاعلان ولد ميتا. هذه هي بكل بساطه. طبعا اي شغل اليوم هن ما بتعجبون بيطلعوا بيقولوا هذا الموضوع نحن يعني مش موافقين عليه، وانت عليك تمشي او ما تمشي مش سالينين عنك، يعني اني على كل حال مش سالينين عن الشعب اللبناني كله سوا، كل الشعب اللبناني مش سالينين عنه بمؤسساته ورئيسه وحكومته وكل العالم. كيف مش سالينين يا استاذ هادي؟ يعني كيف في كلام واضح عم ينقال هي خلينا نشكل الحكومه وتروح تعالج الملفات يلي لها علاقه باللبنانيين، يلي لها علاقه بمعيشتهم، يلي لها علاقه باقتصادهم. هذا نحن عم نقوله. طب انتم كمان عم تقولوا هذا الكلام. نحن عم نقوله الكلام، بس انا حطوا اثنيناتكم على جنب هذا الموضوع السوري. هلا بترجع تقول لي انه كيف بدنا نقعد معهم على الطاوله وهن عم بيقاتلوا. اول شيء قبل ما نقعد معهم على الطاوله كيف بدنا نتفق نحن وياهم على تشكيل الحكومه؟ يعني انت بدك هنا هن شو بدهم منا؟ هن بدهم منا اذا هن ناجحين بالحقائب اللي كانت معهم، يعني ضروري مش عم بحكي بس على الحقائب، ما بعرف. طب وحتى ناجحين بالمقاومه اللي عم يعملوها بسوريا بالقتال بالقتال عم يعملوه، انه لانه فاتوا اخذوا القصير من لهم مبروك ومن لهم جيش وشعب ومقاومه بالقصير. كنا نقول مقاومه ضد اسرائيل، هلا بالقصير شو بدهم يسموها مقاومه كمان؟ طب شو بنقول هلا جيش وشعب؟ طب شو بتقولوا بالبيان الوزاري عن قصه المقاومه؟ اذا انتم اذا حكومه حياديه شو بتطلع تقول عن المقاومه؟ يا استاذ سقطت هذه القصه يا استاذ بسام، قصه المقاومه لما بتكون ضد اسرائيل عدو سقطت، بس هلا صارت بقتون الحرب السوريه بطلت مقاومه، هذه صارت عمل ميليشيا ويقرروا انه نحن مصلحه هذه الميليشيا تقضي بالحفاظ على هذه الميليشيا وتقضي بالقتال بسوريا، للحفاظ على هذه الميليشيا تقضي بالقتال بسوريا. انا يعني اليوم ما في حكومه، انا اليوم كيف بدي اجي شرع له هذا الموضوع امام الراي العام اللبناني كله سوا واجي اقول له والله برافو عليك معك حق، ونحن اذا ما مشينا برايه ما في حكومه. ما في حكومه يعني. ما في حكومه بهذه الشروط اللي هو عم بحطها، شروط هو حاططها مش انا حاططها. تعوا يا خي تنشيل كل الشروط. طب يا خي في اكثر متعاون منا نحن كفريق سياسي عم نقول له يا خي لا نحن ولا انت. طب لما انا بقول لك لا انا ولا انت بكون متعاون، انا مش عم بيجي لك انا وحدي وانت برا، بكون انا عم حط شروط. بس لما انت بتجي بتقول لي ليك مثل ما امبارح طلع قال بحرك لك اصبعه بقول لك ليك انتم بتعرفوا كثير منيح حكومه بدوننا ما بتتالف. يا اخي شي مره مثلا انت سمعت 14 ادار طلع قال انتم بتعرفوا كثير منيح حكومه بدوننا ما بتتالف؟ ليش ما نقول هذا الكلام؟ لانه ما عندنا امكانيه نقول هذا الكلام. نحن امتين عندنا امكانيه نقول هذا الكلام. امكانيه هذا الكلام هو بيقول هذا الكلام لانه السيد حسن خلفية تفكيره انه انتم ضالعين بهذه المؤامره يلي هدفها ضرب المقاومه. هيك كل يوم بيحكوا عن هذه القصه. على كل حال انه مهني برجع بقول لك ما هي هذه شغله مش على ذوقه، هو كل وقت يجي انا يعمل لي فحص دم لقلي انا اذا انا ضالع او ماني ضالع. هو بيعرف كثير منيح انه انا ماني ضالع، هو بيعرف كثير منيح انه هذه اتهامات ما بتنصرف بمحل. الفرق بيننا وبينه وين؟ انه نحن اذا معنا اكثريه نيابيه بنطلع بنقول له ما فيك تالف حكومه بدوننا. ليش؟ لانه نحن منطلقين من الدستور ومن الديمقراطيه اللي بتحكم نظامنا. اما هو منطلق من شو؟ من السلاح. منطلق من السلاح معه قلي يا اخي. حدا يتذكر بعد 2009 يا اخي، بعد 2009 يا اخي شوفوا كل تصريح فريق 8 أدار استرجوا 1000 حكومه بدوننا، بتعرفوا ما بتفيكم وبلد ما بينحكم الا بالديمقراطيه التوافقيه وا وا وا، وهن اقليه نيابيه. طب بين لما صاروا اكثريه نيابيه ما سمعنا حدا من 14 أدار طلع قال لهم استرجوا 1000 حكومه بدوننا، لانه ما عندنا امكانيه انه نسترجوا 1000 وما عندنا سلاح، لانه نحن جماعه اولاد دوله. هن ما فرق معهم الموضوع وراحوا 1000 حكومه بدوننا وصار البلد ديمقراطي، بطل في توافقيه بالبلد. يعني صاروا جماعة الديمقراطية التوافقية اللي عبولنا راسنا انه البلد ما بينحكم الا بتوافق جميع فرقائه، صاروا جماعة الديمقراطية التوافقية، صاروا ديمقراطيين. ديمقراطيين ليش؟ بقوة السلاح وبقوة انقلاب النواب من مكان الى اخر، وصاروا يشكلوا اكثرية نيابية واجوا عملوا الحكومة دون الفريق الاخر، وصاروا يعملوا لنا دروس على التلفزيونات وعلى البلاتويات بديمقراطية النظام اللبناني. يعني شو بدك بعد اكثر من هيك تضليل للراي العام؟ وشو بدك بعد اكثر من هيك استخفاف بالراي العام اللبناني؟ يعني
يعني ما رح توصلوا لمحل انتم وياهم ولا اي اتفاق. يعني بهذه المعادله يعني بهذه الشروط التعجيزيه اللي عم يفرضوها علينا نحن انه يا بتمشي مثل ما بدك، يعني ما لنا هو لنا وما لكم هو لنا ولكم، ما بتزبط المعادله هذه. هذه معادله بدها تتغير بلبنان. في ناس عندها رايها، في ناس عندها حريه الراي، بدها تضل تحكي برايها وبحريه رايها شاء من شاء وابى من ابى، وهن ياخذوا القرار كيف بدهم يعني يكفوا بمسيرتهم مع اللبنانيين. بس اذا انتم بتعتبروا حالكم يعني انه مسؤولين عن هذا البلد، واذا بتعتبروا حالكم مثل ما بتقولوا انه ام الصبي، وبتعتبروا انه انتم ضحيتوا كثير تحافظوا على هذا البلد، طب هل يعقل انه تتركوا الامور يعني تسير بهذه الطريقه؟ مجلس نواب ممدد له، حكومه مستقيله وحكومه جديده لم ترى النور، ورئاسه جمهوريه قد يملاها الفراغ، يعني وين مسؤوليتكم هون انتم كقوى 14 دار؟ يعني شوف انا يعني اتمنى عليك انه هذا السؤال تساله على الفريق الاخر اللي هو بيحكيك بنفس اللهجه. نحن عم نحافظ على البلد، ونحن وليكي كلهم فريق العملاء فريق 14 دار. طب خي انتم كيف عم تحافظوا على البلد بهيدي الشروط التعجيزيه اللي انتم عم تحطوها؟ انه نحن يا نرضخ لكل شروط 8 ادار وحزب الله بشكل اساسي القائد الاعلى تبعه، يا نحن نرضى لكل هذه الشروط، يا نحن بنكون عم نعطل البلد، يا نحن بنكون عم نعطل رئيس الجمهوريه، يا نحن بنكون عم نعطل المؤسسات. انه انا ما عم بفهم هذه المعادله، ليش دائما نحن المسؤولين وهن الفريق الاخر مش مسؤول؟ نحن بالعكس، نحن اكثر ناس عم نضحي اليوم. ليش؟ لانه نحن مش عم نخضع لشروطهم وهن قاعدين بقلب الحكومه. يعني نحن باليوميات نحن عم نضحي، هن قاعدين بقلب الحكومه، هن مش فارقه معهم، هني مش فارقة معهم كل الخبرية. ليش؟ لأنه قاعدين هني بقلب حكومة عم بيصرفوا أعمالهم، وعم بيتصرفوا تقريبا كحكومة عادية، مشان ما نقول بشكل كامل، لأنه في بعض الملفات واقفة ومش سألين عن كل الموضوع. نحن اللي عم نضحي لأن نحن موجودين خارج الحكم، ونحن هالفريق هالشعب اللي هو إذا بدك بالسياسة معنا بكتير من المحلات، ما عم نقدر نوصل له حاجياته من خلال حكومة تعارض هذا الشعب اللي نحن على الأقل يعني يدعمنا. نحن اللي عم ندفع الثمن، بس نحن كمان ما فينا نحط بمعادلة يا نمشي بشروط 8 أدار 100%، يا نحن منصفي المعطلين. لا، مش هي المعادلة. المعادلة اللي المعطلين هني اللي عم بيخربوا البلد، اللي عم بيروحوا على سوريا، واللي عم يحطوا شروط تعجيزية، واللي بدهم بالقوة كل العالم تمشي بمسألة تغطية سلاح حزب الله تبعهم. هذه شغلة ما بقى تمشي بالنسبة لنا. نحن نتماشى مع رأينا. برجع بقول لك لبنان مرق بكتير مراحل مماثلة، انه مثل قبل يعني اللي كان يجي يقول لك انا بدي انسحاب الجيش السوري من لبنان، يعني يا ممنوع اذا انت بتقول هيك معناته انت تعطل البلد. تخيل، مش تعطل البلد، هذا كان رأيه، مش معناتها هو عم بيعطل البلد. نحن رأينا رأي دولة ورأي مؤسسات، وبدنا نحن نبني الدولة، وبناء الدولة نحن بالنسبة لنا منشوفه من خلال حصر السلاح بالدولة، من خلال قرار السلاح مع الحكومة وفقا للدستور اللبناني. هن جماعة بدهم يضربوا بعرض الحائط الدستور والمؤسسات والانتخابات والديمقراطية وكل شيء، ويتحكموا بالبلد مثل ما هن بدهم. هذه هي المعادلة بكل بساطة. بس بالاخر في محل من المحلات هذه الاستحقاقات ستكون مطروحه امام الجميع. نحن لن نتخلى عن مسؤوليه الجمهوريه. نحن ما رح نتخلى عن مسؤوليه. شو رح تعملوا باستحقاق رئيس الجمهوريه؟ نحن ما رح نتخلى عن مسؤوليه. هلا يبدو انه حكومه ما في، بس استحقاق رئيس الجمهوريه جاي. انا بدي اسالك سؤال، مين الا عطل؟ اذا بكره التطورات بسوريا على الارض يعني صارت، مين عطل رئيس الجمهوريه؟ مين عطل رئيس الجمهوريه بالمرحله السابقه 5-6 شهور؟ مش الفريق الاخر؟ الفريق الاخر عطل رئيس الجمهوريه 5-6 شهور، وقعد يحكينا بوقتها بالتلتين، وانه ما بتمشي الامور الا بالتلتين، والدوره الاولى والدوره. طب هلا جايين على انتخابات من جديد، بدنا نرجع على التلتين، على نغمه التلتين. يمكن يمشوا بالنص زائد واحد اذا لقوا مصلحته يمشوا بالنص. ما بيقدر. ما الرئيس بري طلع قال انه مين ما حكي بهذا الموضوع انا ما بقبل والتلتين. وما بتصور الرئيس ممكن يغير رايه يعني؟ ما بتصور الرئيس بري، لانه هذا الموضوع عامل فيه شيء 5500 تصريح. لا اتصور بانه الرئيس بري سيعود عن مساله التلتين، لانه في مصادر من حزب الله، صحيفه الراي الكويتيه بتقول انه انتخابات رئيس الجمهوريه مربوطه بالوضع السوري على الارض، ويبدو انه التطورات بتشير الى انه الرئيس المقبل سيكون من 8 اذار. ايه ممكن. ايه انا ما بقول لك لا، مش ممكن ان تكون 8 اذار، بس ممكن ان تكون مربوطه بالتطورات. إيه؟ لانه اكيد يعني بقولوا بيكون 8 اذار، واذا بده يكون 8 اذار ما في ينتخبوا الا بالنص زائد واحد. ما عم بقول لك انه اليوم حتى بالنص زائد واحد صعب ينتخبوا، لانه وليد بيك جنبلاط امبارح عم بقول لك وليد جنبلاط قال انا لن اذهب الى الانتخابات الرئاسيه دون تيار المستقبل. يعني بمعنى اخر عم يقول انه انا لن اذهب الى الانتخابات دون توافق جميع اللبنانيين، لانه التيار المستقبل معناتها كمان هو بالمقابل مش رح يترك الفريق الاخر يعني يروح على الانتخابات. فاذا يعني انا اللي شايفه اليوم رايحين الى انتخابات رئاسه جمهوريه بالتوافق، مش رايحين الى انتخابات. لن تحصل رئاسه الجمهوريه انتخابات رئاسه الجمهوريه الا بالتوافق، وامكانيه التوافق اليوم معدومه، وبالتالي بهذا الخط اللي نحن ماشيين فيه رايحين الى فراغ في رئاسة الجمهورية. ان شاء الله يكون توقعاتي غلط، لانه اليوم درجة التوقعات اكثر شيء
هلا قربنا من راس السنه يعني بصير تنبؤات توقعاتي غلط وللاسف يعني انه ولكن انا شايف بهذه اذا بدك المسيره اللي ماشيين فيها او الخطوات اللي ماشيين فيها انا شايف انه رايحين الى فراغ في رئيس الجمهوريه. كان النائب سامي فرنجي عند الرئيس الاسد يعني, ونائب سامي فرنجي كثير اسمه هيك عم يتردد انه نعم. ممكن يكون رئيس مقبل يعني. اذا هن عم بيقولوا اذا ربح محور 8 اذار بدهم يطرحوا الوزير فرنجي او الجنرال ميشيل عام. حقهم, نحن ديمقراطيين ونحترم ترشيحاتهم, وبنفس الوقت هن عليهم ان يكونوا ديمقراطيين ويحترموا ترشيحاتنا. نحن كمان فريق 14 اذار بكره سيتفق على مرشح او مرشحين ويطرحوا, واذا في امكانيه للتوافق على اسم مرشح مع فريق 8 اذار وتامين انتخاب رئيس جمهوريه او تامين عدم الفراغ في رئيس الجمهوريه بيكون انجاز عمل للبلد. بس ما شايف انا انه اليوم حكومه من 30 وزير ما عم تقدر تتفق عليها, يعني في مجال لارضاء ب 30 وزير, في مجال لارضاء عدد كبير من الناس. كيف بدك تتفق على شخص وبدك هذا الشخص يكون جاي وفقا لشروط حزب الله مؤمن بالجيش وبالشعب وبالمقاومه, وبده يكون مؤمن انه ما في حكومه بتتالف بلبنان بدون حزب الله لو ما بقي معهم ولا نايب بلبنان, وبده يكون مؤمن بالثوابت تبعهم انه بده يقاتلوا بسوريا هو بده يغطيهم. يعني هيدي قصه ما بتصور رح يلاقوه هذا الموضوع ويلاقوا عليه ويلاقوا له ثلثين بنفس الوقت بالبلد بهذا التركيبه تبع مجلس النواب. ما انت ما تنسى انه مجلس النواب ما انه مغير, مجلس النواب موجود هو هو. هذا المجلس النيابي كيف بده يمشي بهذه الشروط؟ تستبعد هالشيء. انا شخصيا شايف انه ايه بهذه الشروط رايحين الى فراغ في رئيس الجمهوريه. طيب ليش التمديد مش ممكن يصير مثلا؟ شوف التمديد بده ثلثين. اذا بدك توصل الى تمديد تعمل انتخابات ساعتها, تعمل انتخابات ساعتها. لذلك يعني اذا وصلت الى توافق, اذا كان شخص الرئيس بيصير في توافق عليه وبنوصل الى ثلثين ممكن, بس انا ماني شايفه, ماني شايف انه قصه هينه, ماني شايفها قصه هينه. مثل ما شايف انا انه انتخاب رئيس جديد شغله صعبه, شايف التمديد شغله صعبه. بس كمسيحيين يعني وكموارني بالتحديد يعني قديش رح تكونوا قبلانين بانه هذا المنصب الماروني او هذا المنصب المسيحي الاساسي في الدوله يعني يصودوا الفراغ بوقت انه مجلس النواب بعده موجود بحكم التمديد, بوقت انه في حكومه عم بتصرف اعماله وفي رئيس مكلف وبتبقى رئيس الجمهوريه فارغه؟ يعني كمسيحيين ما بتقدروا تضغطوا بهذا الاطار على 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 الكتل اللي بتنتموا لها؟ وعلى اكيد يعني الكل لازم يعملوا واجباتهم بهذا الموضوع, والاساس بهذا الموضوع الفريق الاخر اللي كان عم بيعطل انتخاب رئيس الجمهوريه. حدا يقول لي اليوم من 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 6 سنين لورا لما 5 سنين ونص لورا او من 6 سنين لما خلصت ولايه الرئيس لحود وجينا على انتخاب الرئيس سليمان, مين اللي كان عم بيعطل؟ الفريق 8 اذار اللي فيه فريق مسيحي كبير اللي كان مشترك بمسألة عدم الذهاب إلى مجلس النواب, لأنه كان بوقت الأرجحية أنه يطلع فريق من 14 أدار أو مرشح من 14 أدار لرئيسة الجمهورية إذا نزل على مجلس النواب, وما كان سألين بوقتها لا عن المسيحيين ولا عن حقوق المسيحيين ولا عن مركز رئيسة الجمهورية. نحن بالنسبة لنا هذا موضوع أساسي وضروري كمسيحيين وحتى كمسلمين موجودين ب 14 أدار أنه الفراغ برئيسة الجمهورية شغلة ما رح نقبل فيها, بس على الفريق الآخر كمان أنه يتجاوب بهذا الموضوع وننزل على مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية. يعني علما أنه بدعة الثلثين برأيي أنا تكرست بغض النظر إذا كنا معه أو ضده. أنا شخصيا مش كتير ماني معه, ولكن أنت بتقدر في بصير انتخاب يعني لازم يصير انتخاب بالنص زائد واحد. أنا رأيي إيه, ولكن خلاص بدعة الثلثين تكرست بالسياسي, ما بقى فيك ترجع لورا إنه إلا إذا اليوم رحت عملت تفسير أو تعديل دستوري, لأنه اليوم صار في قناعة عند معظم الشعب اللبناني إنه ثلثين, واليوم فريق 8 أدار ما بيقدر يرجع عن الثلثين. تصور أنت اليوم فريق 8 أدار يقول لك انتخاب رئيس جمهورية بالنص زائد واحد, شو بدها تقول عنه العالم يعني؟ شو ما بيقولوا عنه شيء, شو بيقولوا عنه؟ لا خلا ما بيقولوا عنه شيء, بيقولوا معه حق, بيقول لهم لأنه حتى نواجه وحتى نعمل وحتى كذا بدنا نعمل هيك. إيه بس عم بحكي أنا هلا أوكي هلا هول المعبئين أول مرة يعني كان عند 14 ولا كان عند 8 بغير بغيروا أراء. بس المصداقية لأنه هذا موضوع تركز عليه كتير كتير, معك حق أنت اللي عم تحكيه بالسياسي, بس اليوم وين مصداقيتهم؟ تصور بكرة مثلا الرئيس نبيه بري يقول لهم لا الانتخاب صار زائد واحد, يعني معناتها اذا وصلنا لهون, وانا لا اعتقد انه الرئيس بري شخصيا انه هو رئيس الجلسه, ليش عم نركز عليه؟ لانه هو رئيس الجلسه وهو وقتها كان المفصل انه انا ما بدعي على جلسه الا ما فيها ثلثين. لا اعتقد بانه الرئيس بري بمسيرته السياسيه رح يقبل انه يوصل الى انتخاب رئيس جمهوريه بالنص زائد واحد وبنفس الشروط الدستوريه اللي بعدها موجوده. لو مثلا تغير شيء شرط دستوري كان قال الرئيس بري والله لانه تعدل الدستور, بس انا لا اعتقد انه الرئيس بري بيقدر يطلع يقول بكره للراي العام اللبناني صار انتخاب رئيس جمهوريه بالنص زائد واحد. على كل حال
بالنص زائد واحد. على كل حال لما طلعوا ما بعرف يمكن الوزير الفرنجي لما طلع قال بالنص زائد واحد سمعت موقف للرئيس بري هلا مؤخرا يعني صحيح. مش جمعتين طلع قال انه هذه شغله ما حدا يبحث فيها رئيس الجمهوريه بالثلثين ف يعني شغله مستحيله يطلع يقول انه انا صار هلا رئيس الجمهوريه بالنص زائد واحد يعني بتصير المصداقيه معرضه ولا اعتقد بانه يعني رح مصداقيته تتعرض بهيك موضوع. حكيتوا مع التيار الوطني الحر بمساله رئاسه الجمهوريه بخلال الاجتماع الاول اللي صار بينكم وبينه؟ بعد ما حكينا بالتفصيل اذا بدك انطرحت عده امور بشكل هيك عرضي وتم الاتفاق على جدول اعمال جديد لجلسات اخرى ستعقد في المستقبل القريب. بس بعد ما صار في التفصيل بهذا الموضوع علما انه انا رايي الخاص انه التيار الوطني الحر طلب لقائه من كتله نواب المستقبل هي تمهيد لتقارب لإمكانية تمرير الجنرال ميشيل عون في رئيسة الجمهورية. هذا هو الهدف الأساسي يعني؟ هذا رأيي بالتحليل السياسي. أنه هني عم بيقولوا أنه لا الهدف أكبر من هيك يعني. على رأسي الهدف مش بس رئيسة الجمهورية. الهدف أنه تأمين توافق وطني لحتى نطلع البلد من الأزمة اللي عم بيعيشها. عم برجع بقول لك أنا إن شاء الله يكون هني معهم حق. إن شاء الله يكون هني معهم حق وما يكون الموضوع مطروح هو قصة رئيس الجمهورية أو شخص الجنرال ميشيل عون لرئيس الجمهورية. مع احترامي طبعا لشخصه ما في مشكل مع الأشخاص ولكن اليوم في مشكل مع الخط السياسي. ما بشوف أنا اليوم أنه شخص نافر بفريق 8 أدار مثل الجنرال ميشيل عون ممكن أنه يقدر يوصل إلى رئيس الجمهورية بهذه التركيبة السياسية اللي موجودة. الشخص اللي بده يجي اليوم إذا بده يصير فيه من انتخاب بده يكون شخص متوافق عليه بين 14 و8 أدار إذا بده يصير فيه انتخاب عم نحكي بالثلثين وهذا الشخص اللي متوافق عليه من فريق 8 و14 أدار لن يكون من فريق 8 ولا 14 أدار بده يكون من فريق إذا بدك الوسطيين لحتى نقدر إذا عم نحكي بتحليل سياسي منطقي سيكون من فريق وسطي سيؤدي يعني لحتى يكون عنده إمكانية الوصول إلى رئيسة الجمهورية. أما تقول لي الجنرال ميشيل عون أو حدا من عندنا نحن من 14 أدار بقول لك أنا بهالتركيبة صعبة. بس إني كمان عم يحكوا إنه بده يحكوا معكم بمسألة الحكومة وإنه ضرورة يعني كمان إنه مثل ما قلت عزل التطورات السورية عن مسألة تشكيل الحكومة. ممكن توصلوا لأرضية مشتركة والتيار الوطني الحر ولا شوف هن ولا صعب يعني رح لك شغله هن لما اجوا يحكوا اكيد برجع بقول لك اني ما حكيوا من اول جلسة بقصة رئيسة الجمهورية بس انه انا تحليلي لما طلب اللقاء من كتلة المستقبل الهدف طبعا تقارب بعدة امور تمهيدا لاخر شيء لانه عندك انت يطرحوا موضوع رئيس الجمهورية واذا لقيوا هن انه صار في تقارب بعدة امور رح يجوا اخر شيء يقولوا لك انه بما انه صار في تقارب بهالامور تعالوا نشوف اذا في مجال كمان لنعمل تقارب بمساله رئيس الجمهوريه. على كل حال بس هن طالبين يعني اجتماعات من كل الكتل كمان صح ما هي هيدي اكيد لانه مش كتله مستقبل واحده بتجيب رئيس جمهوريه في عده كتل بدها تجيب رئيس جمهوريه. على كل حال ان شاء الله بيصير في تقارب بكل الامور اللي هي عم تنطرح. نحن ما عندنا اشكاليه ابدا حتى لو اختلفنا بمساله رئيس الجمهوريه نحن الامور اللي بنتوافق عليها بالامور اللي بتخص البلد ما عندنا مشكله نكفي فيها. ما لو قلت لك لو انا برايي ما بتوصل لنتيجه بمساله رئيسه الجمهوريه بس على الاقل ما بتوصل لرئيسي عم احكيك لاتفاق بشخص الجنرال عون او بشخص مثلا هن يمكن بيقولوا بدهم الجنرال عون لانه يعني بدهم رئيس جمهوريه قوي بطيبه يعني قوي مسيحيا. طب الدكتور سمير جعجع كمان عنده قوه مسيحيه والشيخ امين يعني في قيادات عندها احزاب وراها عندها اذا بدك تحكي بالقوه الشعبيه عندها وبغض النظر عن هلا نجي نقول كل واحد قديش معه بالمية بس انه في قيادات عندها قوه وعندها كتل وعندها غيرها ما في مش غلط يعني انه يجي رئيس قوي بس ما بعرف حتى على كل حال توصيف القوي شو هو الرئيس القوي بس بالامور اللي بنتفق عليها تنرجع للتيار الوطني الحر بالامور اللي ممكن نتفق عليها نحن والتيار الوطني الحر ما في مانع ابدا انه نكرسها ونمشي نحن وياهم فيها بكل المؤسسات يعني مجلس وزراء اذا بكره صار في مجلس وزراء مجلس نواب ما في اي مشكله حتى لو اختلفنا على مساله انتخاب الرئيس وانا بقول لك فينا نتفق نحن وياهم على مساله انتخاب الرئيس اذا ما بنجي نحن نفرض رئيس عليهم او هن بيجوا بيفرضوا رئيس علينا فينا نحط سله من 3-4 اسماء نتفق عليهم وننزل على مجلس النواب وتختاروا حدا منهم. اي من زمان جربتها بكركي هلا فشلت لما جربوها يمكن طلبوا منه اسامي للبطريرك صفير بوقتها وفشلت الامور وما مش الحال. ان شاء الله بنوصل على كلنا ليك لازم ترجع على الحياه كله هذا احلام على كله بس لازم ترجع على الحياه الديمقراطيه بلبنان انه ننزل على مجلس النواب يكون في عندنا رئيس او رئيسين
نشوف اسم او اسمين عفوا او ثلاث اسماء نقدر ننزل على مجلس النواب. انه مش حلوه تضل القصه انه بيجيك بالباراشوت باراشوتي الاسم بيحطوا لك اياه على الطاوله يلا انزل انتخب. هذه مش يعني يعني الرئيس بري قال انه خلص انه الامور صار بدها حل من الخارج, يعني يئس من 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 ما يجري في الداخل وقال خلص يعني بق البحصه مثل ما بقولوا كل مره بيعيدها هيدي البحصه انه الامور صار بدها حل من الخارج. انا معه انا معه انه كيف انا معه انه اليوم حدا يقول لي مثلا مسألة حل أزمة السلاح الموجودة بالبلد اللي هي صارت موجودة مع كل الناس طبعا قوة أساسية اسمها حزب الله والباقي الشعب معه سلاح. حدا امبارح طلع وزير الداخلية تعرف وزير كيف بكبهم مثل ما هن طلع قال انه ما فينا نقشط سلاح من العالم. لا بس عمل خطة أمنية بطرابلس مشكور بس عم بقلك على قصة سلاح. طلع قال انه يا اخي ما فينا نلم سلاح هذا بده قرار سياسي. طب هذا قرار سياسي مين بياخده؟ اللبنانيين ما بيقدروا ياخده شغله بده قرار دولي لحتى نلم سلاح. ما انت المدخل الى قيام الدوله المدخل الى قيام الدوله هو يكون في عندك انت مؤسسات وتصير في مؤسسات بدها كل الناس تتساوى وتتسلم سلاح لهالدوله اللبنانيه وبعدين بتحكي بكل التفاصيل اللي بنعلق عليها. قبل ما ناخد تاني بريك بدنا ننتقل لقصر العدل مع زميلنا يزبك وهبي عم بيتابع قضيه العميد ابراهيم بشير الامين العام للهيئه العليا للاغاثه. يزبك نهارك سعيد. نهارك سعيد بسام وللاستاذ حباش كمان. يعني اليوم كان يفترض انه يمثل العميد بشير امام قاضي التحقيق ببيروت استاذ غسان عويدات. شو صار بهالقصه؟ هذا ما حصل بالفعل بسام. يعني لقد مثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بعيدة 9:30 من صباح اليوم. الجلسة لم تدم سوى دقائق قليلة حيث طلب العميد بشير استمهاله 24 ساعة من أجل توكيل محام للدفاع عنه في هذه القضية. حضر وحده, كان يفترض أن تحضر زوجته أيضا ولكن يعني التوكيل على ما يبدو هو للمحامي هو للعميد بشير ولزوجته. القاضي عويدات أرجأ الاستماع إليه إلى يوم غد يعني 24 ساعة فقط على أن يحضر محام مكلف الدفاع عنه. في مسار القضية كما بات معلوما النيابة العامة المالية ادعت على العميد بشير سندا إلى جملة مواد من قانون العقوبات ومن قانون مكافحة تبييض الأموال, إذ أن التهمة يعني المتهم فيها تتعلق باختلاس وتبييض أموال عامة وتتراوح العقوبة فيها ما بين 3 إلى 15 سنة. يفترض بحسب المسار القانوني بعد أن يستمع إليه قاضي التحقيق الأول في بيروت في حال وجده يعني مذنبا أن يصدر مذكرة توقيف بحقه وبحق كل من يظهره التحقيق. كما بات معلوما يعني هناك ادعاء من قبل النيابة العامة المالية على 4 أشخاص هم العميد بشير وزوجته وأحد التجار معروف يعني هو حسين فواز وزوجته أيضا الاتهام هو بحق الأربعة. قاضي التحقيق أصدر يعني طلب الاستماع إلى العميد بشير وزوجته, أما فواز وزوجته فهما خارج لبنان يعني وعلى الأرجح يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقهما. على الأرجح أن يكون هذا المسار كله يوم غد وفي انتظار صدور القرار الظني بحق العميد بشير في حال وجد القاضي عويدات أنه مذنبا في هذا أنه مذنب في هذه القضية التي تتعلق كما أشرنا باختلاس أموال وتبييض أموال خاصة بالهيئة العليا للإغاثة بسام. شكرا للزميل يزبك وهبي كان معنا مباشرة من قصر العدل. رح نتوقف مع تاني بريك إعلاني ومتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع النائب هادي حبيش. يعني في قضية العميد إبراهيم بشير مش هينة هالقضية, يعني ما بعرف انا كيف اذا كان ما, ما بعرف كيف فات فيها اذا إليه. كانت اذا كانت صحيحة. اذا كانت صحيحه ما بعرف اذا كيف العميد فات بهالخبصه الكبيره. ما على كل يعني جل من لا يخطئ هلا غلط وبده يتحاسب عليها اذا كانت القضاء صحيحة. مشي فيها بسرعه والقضاء مشي فيها بسرعه لانه في صار لفت نظر من البنك لمصرف لبنان ومصرف لبنان لفت صح. نظر رئيس الحكومة والقضاء. هلا إذا كان متورط يعني بده يدفع ثمن تورطه بهذا الموضوع وإذا كان بريء إن شاء الله كمان بيطلع بريء وما بيطلع متورط بهذه القصة. بس بيظهر المعلومات اللي لحديد هلا متوفرة بتبين إنه في شيء صاير. لو ما هيك أنت بتعرف اليوم القضاء ما بيطلع يعني ما بيوقف حدا اذا ما كان في شيء وخصوصي ب يعني بشخص برتبه العميد بشير يعني وزوجته كمان وقفوا زوجته كمان زياده. لو ما في امور مبينه 100% بين ايديهم بالنيابه العامه التمييزيه ما بتصور كانوا اخذوا قرار بالتوقيف. على كل حال هلا في عندك بعد قاضي تحقيق وبعد قاضي تحقيق في المحكمه صحيح. والمحكمه هي اللي اخر شيء اذا كان في امور ثابته بتحكم واذا ما في امور ثابته
بتروح لمصلحة الشخص المتهم. في كتير يعني هيك مسائل اليوم بتروح على أمام القضاء وخصوصا القضاء العسكري, يعني كل اللي علاقة بالتفجيرات, يعني قصة مثلا التفجيرات بطرابلس أخذت بعد أمني وبعد سياسي كتير كبير. صحيح, يعني أنا بقول لك شغلي أنه فعلا ما بعرف بهذا البلد السيد بسام وصلنا لمرحلة أنا دايما بقول القيم فقدت القيم عند الناس. يعني أنا اليوم مثلا ما بصدق أنا أنه ما فيني صدق هذا واقع عم بتصير, ما فيني صدق أنا اليوم مثلا أنه اتصالات من فريق 8 أدار مثلا للقضاة أنه والله طلعوا مثلا ميشيل سماحة. وين هالاتصالات عم تصير؟ عم تصير اتصالات, عم لك معلومات, عم يصير في ضغوطات. اي نعم عم يصير في ضغوطات من فريق 8 أدار, من كبار من فريق 8 أدار ومن كل الفرقاء على القضاة لإخراج ميشيل سماحة. طب اليوم طب أكثر من هيك في وقاحة بعد أكثر من هيك. زميلنا امبارح كيف عرفتوا بهيدي زميلنا؟ أنا عم بقول لك معلومات بهيدي الاتصالات, أنا عم بعطيك معلومات. زميلنا امبارح مثلا امبارح يتصور هذه إذا صارت بعد فضيحة أكثر. زميلنا امبارح المحامي الأستاذ هاشم بيطلع بيقول. مين الأستاذ هاشم؟ وكيل الأستاذ ميشيل سماحة بيطلع بيقول صخر الهاشم الأستاذ صخر بيطلع بيقول إنه قدمنا له إخلاء سبيل وسيعيد مع عائلته برأس سنة. طب إنه اليوم محامين كلنا محامين وكذا, انه اليوم اذا مش اخد انا ضماني بانه يعيد على راس سنة كيف بطلع بقول انا بدي يعيد على راس سنة؟ بعدين اليوم صارت انه والله لانه الوزير ميشيل سماحة ما قتل العالم, هلا صارت المعضلة اللي عم تنطرح انه حرام شو عمل الزلمة نقطة الدم ما سقط من وراه. خي كيف يعني نقطة الدم ما سقط من وراه؟ لو ما في شيء اسمه جبار اسمه وسام الحسن وفرع المعلومات الله يرحمه وسام الحسن, لو ما كان في واحد جبار اسمه وسام الحسن وشعبي بظهره طويلة عريضة قدرت وصلت إلى كشف هالعملية بقضية معقدة من أولها لآخرها, كان صار في شلالات دم من وراه. إنه أنا اليوم جايب 20-25 متفجرة رح تعمل فيها تفجيرات هيك بكل سهولة أنا بحمل حالي و... طب بطلب من مين عم بيتم الضغط؟ من فريق 8 أدار. هي بطلب من مين فريق 8 أدار؟ هو من ولا حلو ولا في طلب من 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 أكيد ما بعرف من جهة أنا بعرف إنه المراجعة يعني. أكيد هيك مين بده يكون يعني, بس أنا بعرف المراجعات أكيد مش عم تجي من النظام السوري للقضاة بس عم تجي من فريق 8 أدار للقضاة لإخراج ميشيل سماحة. نفس الشيء مثلا بقصة كمان بقصة بيت عيد بطرابلس إنه ماشي الحال بيعونا إياها بلا ما نعمل لهم مذكرة مشان ما نعمل مشكلة وبلا ما نوقفهم مشان ما نعمل مشكلة. أخي شو خبرية يعني؟ فإذا أنا اليوم بروح بقتل العالم بيجيني ضغوطات فإذا بكرة من فريق السياسي ماشي الحال بلا ما تعمل مشكلة ما توقفوا له الزلمة وصار في مشكلة على بلاد البحث والتحري. عم أقول لك إنه يعني أنت تصور كيف له عين واحد يفوت بهيك مراجعات إنه أنا اليوم واحد من فريق السياسي بيغلط غلطة من هالنوع بيروح بقتل العالم ولا ممكن راجع فيه يروح يدفع يقعد بالحبس يدفع ثمن غلطه هذا عم بقتل البشر. طب واحد حاطط سيارات قدام جامع بقصة يعني ما في عقل وما في منطق بيقدر يعني يعطي أسباب تخفيفية لواحد إنه عارف قديش في احتدام سني علوي بطرابلس. نحكي الواقع مثل ما هي, في احتدام سني علوي بين جبل محسن وبين التماني علما إنه مش كل الطائفة العلوية بهالموقع ولا كل الطائفة السنية بهالموقع الآخر, بس على كل حال إنه في هذا الاحتدام موجود شئنا أم أبينا. لك في حدا في عائل كامل براسه بيجي بيجيب سيارات وهو من طائفة بيجي بحطها بمحل آخر, ما أنت عم تورط طائفتك لو طائفتك مش موافقة على هذا الموضوع. بس إني مش متورطين الأستاذ رفعت عيد الأستاذ علي عيد مش متورطين هلا موصل على رفعت وعلى علي عيد, ولكن قبل تبلش باللي حطوا السيارات. طب في حدا في عائل كامل بيجي بيورط طائفته بوضع محتدم الأمور لهون بيجي بيروح بيحط السيارات, وين عم يحط السيارات؟ مش قدام بيتي وبيتك, عم يحط السيارات قدام جوامع يعني قدام مراكز دينية. يعني اليوم طائفة بتجي بتحط قدام كنيسة أو قدام جامع, واحد من طائفة تاني بيحط قدام كنيسة أو قدام جامع بيعمل أزمة ما بتخلص بمئتين سنة. طب يا خي هذا هون اللي عم يعمل هذا الموضوع شو الهدف؟ الهدف منه أنه يعمل فتنة طويلة عريضة ما نخلص منها من طرابلس. طب أوكي فوق كل هذا انكمش نجي بنعمل ضغوطات لإخراجه؟ كيف هذه الخبرية؟ أو مثلا علي عيد بيبعت شوفوره ليهرب التاني اللي حط السيارة التانية؟ هذه قصة. طب كيف بده يكون واحد عم يتصرف بمسؤولية بهيك شغلة؟ واحد انعملت صارت هالشغلة يا انت مشترك فيها وعم تهرب الباقيين وبدك تدفع ثمن هذا الموضوع, يا انت اذا مش مشترك فيها تركهم يدفعوا ثمن هذا العمل تبعهم. في مسؤولين بالدولة بيروحوا بيعترضوا على القاضي صقر صقر كي بيطلع بلاغ البحث والتحري نهار الفرصة. هذا عم لك ايه بغض النظر اذا كان القاضي صقر صقر او غيره, في كذا قاضي بالعسكري هني مستلمين هذا الملف لان انت بتعرف هالملف بيروح بياخذ عدة اراء. اليوم مقبولة انه يصير في ضغوطات على اي قاضي بالمحكمه ان كان قاضي تحقيق او رئيس محكمه او عضو بالمحكمه او مستشارين يعني من مستشارين محكمه او مفوض الحكومه او المعاونين تبعه؟ اليوم مقبوله بقصه من هالنوع نتدخل بالسياسي لانه يا شباب ماشي الحال ما تعملوا مذكره لعلي عيد او ماشي الحال باسرع وقت بدنا نطلع ميشيل سماحه؟
بخيك بأي منطق، بأي منطق إنساني، بأي منطق عقل، بأي منطق حفاظ على بلد وعلى مؤسسات، أنت عم تجي توصل إنه تدعم ناس كانوا جايين يعملوا تفجيرات لك مشان سماحة كان بده يقتلنا كلنا سوا، كان بده يروح البطرك بالمخطط تبعه، كان بده يروحنا كلنا سوا لما كان طالع بعكار. بيجي أنا بسمع اليوم إنه في سياسيين عم بيروحوا يضغطوا على قضاة إذا بتريدوا طلعونا ميشيل سماحة، وبيجي بسمع إنه والله موعود إنه بده يطلع على رأس سنة، وشو الأسباب التخفيفية تبعه؟ زلمي ما سقط ولا نقطة دم من وراء، ليش ما سقط ولا نقطة دم من وراء أخلاقه العالية؟ ولا ما صارت نقطة دم من وراه لانه في فرع اسمه فرع المعلومات راح وقفوا الجماعه وعملهم. يعني انا مش القصه مش اسمها حضرتك عم تقول هيك بس بمحل تاني في اتهام لشعبه المعلومات انه يتفبرك الملفات وداخلي بالمؤامره. امبارح نائب سمير فرنجي عم بيقول انه انا هيدا ميليشيا، واذا بيجوا لبدوا ياخذوا حدا انا يمكن بتصدى لهم. بعتقد طيب انا بدي اسال سؤال الوزير فرنجي او غيره، طب اليوم شعبه المعلومات فبركت الملفات كلها سوا، وشعبه المعلومات جابت المتفجرات تبع ميشيل سماحه، وشعبه المعلومات قالت له اعترف امام القضاء وهون وهون وهون. يعني اليوم في شيء ممكن تصدقه، بس في شغلات اخرى خلص في وقاعه ما فيك تطلع منها. يعني في وقاعه لما بتكون في تحقيقات وفي وقاعه من الاول للاخر ما فيك تطلع منها استاذ بسام. يعني بسال سؤال انا اليوم، طيب شعبه المعلومات فبركت قصه علي عيد، مين وقف دخلك شوفيره لعلي عيد؟ مخابرات الجيش. ليش ما سمعنا حدا من فريق 8 أدار طلع قال مخابرات الجيش مخابرات؟ طلع قال الأستاذ رفعت عيد أنه ضربوا 3 أيام لأحمد العلي. لا لأنه تاني يوم سمعنا أنه فرع المعلومات طيب ضربوا 3 أيام ونزل اعترف أمام شعبة المعلومات وكمان ضربوا. لا وراح المعلومات ما ضربوا. طيب وراح أمام القاضي وكمان عملوا كفين القاضي كل العالم ضربته. عند القاضي نكر. عند القاضي نكر. ما بيقدر ينكر. يعني في شغلات قلت لك في شغلات لما بيكون فيها وقاعة من الأول للآخر، في أوقات جرم مشهود، في أوقات في صور. طب اليوم لما اللي عملوا التفجيرات، لما اللي عملوا التفجيرات تبع طرابلس وقفوهم فرع المعلومات او شعبه المعلومات سميها اللي بدك اياه، اجوا وقفوهم سالون انتوا عاملين شيء؟ قالوا لا. قالوا طب وهي الصوره شو؟ وهي الصوره وهي الصوره وهي الصوره وهي الصوره. لما واحد مصور طلع على التحقيق، لما واحد مصور كيف مطلع؟ مش مطلع على التحقيق لانه صارت بالمحكمه. لما هاي الامور صارت كلها لما فيها صور، هذه شو معناتها؟ كمان فيك تنكر صورتك انت عم تحط السياره؟ فإذا اعترف بكل الموضوع ومشيت القصة. ونفس الشيء قصة علي عيد اللي وقفه اللي وقف شوفيره هو مخابرات الجيش مش فرع المعلومات، وبالتالي انه اليوم وبعدين الامن العام رجع وقف كمان. طب الامن العام كمان شدود على الحدود بدكم يفل؟ طيب اوكي انا ما عم اقول لك لا، طب انه الامن العام مش عجبنا ومخابرات الجيش مش عجبتنا وفرع المعلومات مش عجبنا، انه كل العالم مش عجبتنا لانه واقفين واحد من 8 ادار او لانه متهمين واحد من 8 ادار. لا المشكله عند اللي عامل الجريمة مش المشكله عند اللي عم وقفوا. ما هذه المنطق والمفهوم اللي صارت القصة انه ايه انا هذا اذا من 8 ادار اذا قتل 10000 قتيل انا بروح بدافع عنه. لو كيف بدافع عنه هذا الزلم؟ بفهم انا محامي يتوكل عنه، المحامي بيتوكل عن المرتكب وغير المرتكب، بس بالسياسة انت بتروح بتدافع عن شخص مرتكب جرائم. وانا برجع انا بقول لك حتى كمحامي انا لا يمكن اتوكل عن شخص لو كان من 14 ادار ومن صلب 14 ادار اذا متورط بجرائم قتل وفي دم من وراء الموضوع انا متوكل عنه. شغلات من هالنوع بده يكون في واحد عنده قيم بمهنته وبعمله السياسي وبكل شيء. ما فيني انا اليوم لانه هيدا الشخص تابع لثمانية ادار انا روح اضغط لحتى طلعه، او انا اذا كان شخص من 14 ادار روح اضغط لحتى طلعه. 60 سنه ضل قاعد بالحبس لانه هذا زلمه لو نجح المخطط تبعه مثلا مثل ميشيل سماحه كان خربت البلد. ونفس الشيء شو اسمه المتهمين بقصه طرابلس، نجح المخطط تبعه وشفتوا شو عملوا بطرابلس امام الجوامع. كيف بدك تخلص؟ طب ليك شو اللي هلا التحقيق على جرب؟ كيف بدك تشيل من نفوس الناس اللي رحلهم اليوم شهداء بطرابلس واللي ما رحلهم شهداء بشكل لصيق ومباشر؟ كيف بدك تشيل من نفوسهم انه اليوم ما اجت منطقة عملت معنا هيدي القصة وامام الجوامع وبهيك يعني قديش عندها مفهوم هيدي القصة، مفهوم ديني امام الناس او شو العبارة اللي استعملها، يعني قديش عندها هيك يعني امام الرأي العام. اليوم انت عم تيجي تحط قدام كنيسة او قدام جامع او قدام مركز ديني، هيدي قديش بتضل حفرة بقلوب الناس انه انت جيت فجرت لي. طب هيدي قصة الكنيسة تبع عندنا نحن هون اللي اتهموا فيها زورا الدكتور سمير جعجع، بس هيدي بقيت عند الرأي العام انه قديش انه صار في عندك صار في تفجير كنيسة، صار في تفجير كنيسة. يعني هيدي بغض النظر مين المرتكب اللي خبوه، امام الرأي العام صارت بقيت الناس تفكر على 20 سنة انه تفجرت كنيسة. طيب اليوم جامع بتحط سيارتين قدام جوامع وبنفس الوقت، هيدي قديش بدها تحفر بقلوب الناس؟ طيب هيدي كلها شغلات بتيجي فوق كل هيدا بتساعد اللي عملها
او بتشير بتروح بتقول اذا انت بدي حافظ على بلدي بدي غمق له للي عملها لانه هي شغله. هون مسؤوليه القضاء كمان انه هو ما يستجيب لكل هذه الضغوط أكيد. التي يتعرض لها. انا ما عم بقول لا اذا كان كمان. عنده اذا كان عنده الادله والقرائن الدامغه على يعني هذه الارتكابات مش لازم القضاء يعني يستجيب لهكذا ضغوط 100%. انا ما عم بقول انه القضاء سيستجيب، ولكن انا اللي بقول لك ايه انه اخر شيء هذا القاضي بشر، يعني اذا بيصير في ضغوطات عليه كتير كتير كبيره بدك كمان انت تامن له مستلزمات الرضوخ امام هيدي الضغوطات. بمعنى انت اليوم يعني عايش بلبنان، منه قاضي بامريكا، هيدا قاضي بلبنان بيعرف اليوم شو 8 اذار وشو تقصير 8 اذار، ويمكن بيصير في خطر امني على القاضي اللي بده يقول لا ل 8 اذار، وبتعرف اليوم انه الحكومه حكومه 8 اذاريه. كل هيدي الشروط مع بعضها بدك كمان انت تشوف قديش القاضي، اي قاضي بالمحكمة هو مستلم هذه الملفات قديش بده يضل راضخ امام هذه الضغوطات اللي عم تجي. لذلك بدل ما نحن نشوف قديش القاضي قديش بده يضل راضخ على الضغوطات اللي عم تجي، انا بدي اقول بالمقابل لازم الفريق اللي عم بيضغط يرفع ايده عن هذا الموضوع ويقول حرام بقى، خلي هالبلد يمشي مثل الخلق، على الاقل اتركوا القضاة والقضاء بلبنان بالامور اللي لها علاقه بتركيبه البلد كلها سوا وبالحفاظ على البلد كلها سوا، اتركوه يعمل واجباته. هيدي شغله فيها كان دم قصه سماحه، ونفس الشيء قصه الطرابلس صار فيها دم وسقط عدد كبير من الشهداء. اتركوا هالقضاء ياخذ يعني يمارس واجباته ويحكم احكام عادله لحتى يربي هالناس اللي كانوا اللي مفكر كان بده يعمل وحضر العمليه وكانت صارت على اخرها، واللي كذلك الامر عمل العمليه ونفذها. اتركوا القضاء يطلع أحكامه بشكل عادل لحتى اللي بده يفكر مرة تانية يعمل عملية مثل عملية سماحة أو مثل عملية طرابلس يجي يقول لا يا أخي ليك هذا طلع فيه حكم 15 سنة والتالي طلع فيه حكم 20 و25 و30. بدك تطبق القانون. بس لما اليوم أنت بتجي بتشوف أنه والله هذا الزلمة جايب 20 متفجرة وتاني يوم طلع بعد 6-7 شهور أو سنة أو سنتين، والتاني نفس الخبرية قتله 40-50 شهيد وطلع بعد سنتين ثلاثة، شو بتقول أنت؟ شغلة عادية بكرة بيدعموني كمان وأنا بعمل نفس الخبرية وبطلع. طيب اليوم في خطة أمنية عم تتنفذ بطرابلس، أنه هذه الخطة الأمنية اللي عم تتنفذ بطرابلس من دون نزع السلاح قديش حظوظ نجاحها، أو أنه هي تجربة جديدة قبل جولة جديدة من القتال؟ أنا بقول تجربة جديدة. خلينا نطول بينا تنشوف شو هي الخطة الأمنية. يعني أنت اليوم شو تكون خطة أمنية؟ خطة أمنية انتشار عسكري وتفتيش وغير تفتيش. عظيم، خلينا نشوف لأنه الوزير قال أنه في خطة، لا فيها مداهمة لمراكز المسلحين، ما فيها مداهمة لمخازن السلاح، ما فيها مداهمة لشيء. شو بدك تكون؟ هيدي هي انتشار. خلينا نشوف على كل قبل ما نحكم عليها للخطة. أنا غير مقتنع أنه في خطة أمنية تمنع هذا الاحتكاك بطرابلس. اللي بيمنع الاحتكاك هو العدل. العدل إذا بتطبقه، يعني هذا اليوم اذا بكره مثلا بتشوف الناس انه والله القضاء اللبناني لانه مورست عليه ضغوطات لا سمح الله اذا رضخ لهذه الضغوطات وطلع هالعالم او يعني تساهل مع هالعالم، هيدي بتعمل تشنج زياده. لما بيكون في عدل وبتشوف هالناس انه لا دفعت ثمن هالناس اللي ارتكبت هذه الجرائم وانه الدوله ماشي مثل ما لازم والقضاء على الاقل ماشي مثل ما لازم، هيدي بتخفف التشنج. تحدي القضاء وتحدي الاجهزه الامنيه بيؤدي الى تشنج زياده، والاحتكام الى القضاء بيؤدي الى تخفيف التشنج. هلا الخطه الامنيه تبع الوزير ما اطلعت على تفاصيلها، مثل ما انت عم تقول تحليلي انا وياك انه يمكن هي انتشار امني. اذا كانت القصه انتشار امني انا بقول من بعيد الانتشار الاساسي لازم يكون بشارع سوريا. ما بعرف انا يعني شو عاملين هن، يمكن يكونوا منتشرين ومكترين، لانه اليوم مثل ما كلنا بنسمع وانت تابعت كمان على الأرض فوق الأمور، دائما كل ما دق الكوز بالجرة بتبلش المعركة بشارع سوريا اللي هو الشارع الفاصل بين جبل محسن وباب التباني. طيب هذا الشارع خلينا نلاقي طريقة يضل في انتشار أمني بشكل أنه ما نخلي بقى هالاحتكاك يضل، لأنه كل مرة نحن كنا نسمع على 17-18 جولة أنه الجيش يسعى إلى الدخول إلى شارع سوريا. يدخل ويدخل، ما الجيش بيدخل بيتمركز أول شيء بعدين بيقوي وبعدين بس تروق الأمور بيخفف انتشاره وبترجع الأمور مثل ما كانت. لذلك بما أنه 17 ليلة اللي طلع وزير الداخلية على طرابلس وقال أنه خطة أمنية وكذا وكذا، ليلتها كمان صار في إلقاء أنابل وإطلاق نار. يعني لذلك اللي لازم ينعمل هو أنه هذا الشارع إذا كان هو الخطوط التماس، وللأسف نحكي بخطوط التماس، إذا كان هو خطوط التماس نجي نحط
مراكز دائمة وانتشار كثيف دائم بهذه المنطقة، لأنه بدك تاخذ بعين الاعتبار أنه أنا بعرف أنه اليوم الأجهزة الأمنية ما فيك تجي تتركها منتشرة بمكان ولا عندها مراكزها مزبوط ولا بعرف القصة اللوجستية تبعها، ولكن كل شيء والوضع بسوريا محتدم بهالطريقة، هالتشنج بين المنطقتين هيدا بده يضل، وخصوصي هلأ صار في عندك دم زيادة من وراء التفجيرات. هيدي كلها لازم ناخذها بعين الاعتبار ونقول بده يصير في تضحيه من الاجهزه الامنيه لو بده ينعمل دائما تبديل عناصر لغيره لغيره، انه هذا الشارع نضل ضابطينه لحتى هالمنطقتين هولي كل شيء والتشنج موجود بسوريا ما يصير في احتكاك بين بعضهم. برايي انا بيكون مدخل الى نجاح هذه الخطه، ولكن هذا كله واحد معه كونسير عم تعطيه بنادول تتعالجه، بدك تروح تعمل عمليه جراحيه اذا واحد في معه كونسير وبيتعالج. العمليه الجراحيه هي لم السلاح ما راح يصير، ما بيزبط كل شيء وفي سلاح اخر منتشر بالبلد، وهذه المعضله اللي عم نضل ندور بحلقه مفرغه، وبنرجع بنقول انه بس تنحل الازمه الاساسيه بلبنان تنحل ازمه كل اللبنانيين. استاذ هادي حباش بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه.